بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي، وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي ومباراه مهمه جدا 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 امام بيراميدز في الاسبوع ال 25 من الدوري الممتاز. طبعا ماتش مهم جدا، كل الماتشات اللي جايه ماتشات مهمه. ماتشات مهمه لانها في مسيره النادي الاهلي نحو الوصول لقمه الدوري اللي هو بعيد عنها بسبب ان ليه مباراتين مؤجلتين زي ما حضراتكم عارفين. ماتش النهارده استكمال للشهر المضغوط والمباريات الصعبه اللي كل 3 4 ايام. عارفين طبعا النادي الاهلي ليه ماتشين مؤجلين بسبب اشتراكه في بطوله افريقيا واللي وصل فيها لنهائي البطوله، ومناسبه الارقام والاحصائيات الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء او الاحصاء والتاريخ اصدر امس او اول امس الاحصائيه بتاعت شهر يوليو لترتيب الانديه العربيه والافريقيه والعالميه. النادي الاهلي مش انا اللي بقول، ده الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء يقول ايه؟ النادي الاهلي في المركز رقم 21 عالميا، متفوق على بعض الانديه العالميه زي باريس سان جيرمان، زي اليوفي يوفنتوس، زي روما. نادي الاهلي في المركز ال 21 عالميا، وفي المركز الاول عربيا وافريقيا. المركز الاول عربيا وافريقيا، والنادي المصري اللي بعديه نادي بيراميدز في المركز رقم 117 عالميا. نادي الاهلي مركز 21، ثم ياتي نادي بيراميدز في المركز ال 117 عالميا. نادي الاهلي كان بيلعب في بطولات كتير في البدايه. نادي الاهلي بقاله سنتين ثلاثه مضغوط. نادي الاهلي راح منه الدوري السنه اللي فاتت، وعشان كده في ضغوط جامده جدا 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 عليه السنه دي علشان النادي الاهلي ان شاء الله يجيب البطولة اللي ضايعة منه السنة اللي فاتت بفعل فاعل. أثرنا زي ما بنقول، ولكن البطولة ضاعت بفعل فاعل. نادي الأهلي بيكمل أو استكمالا لمسيرته في المباريات المضغوطة، بدأنا ببتروجيت في الكاس لو حضراتكم فاكرين، وبعدين الجونة، مرورا بمحطة صعبة وكان قبلها سموحة، مرورا بمواجهة صعبة مع فيوتشر اللي النادي الأهلي فاز في المباراة دي 4-0 عن جدارة واستحقاق. سيبونا من الكلام الفارغ اللي بيتقال، عن جدارة واستحقاق. كلام مش هترد عليه. مش هترد عليه. أحيانا الصمت أو إنك ما تتكلمش يقتل. يقتل. النهاردة إن شاء الله ماتش بيراميدز. النهاردة ماتش بيراميدز، قبل كمان إن شاء الله مباراة نهائي الكاس يوم الخميس القادم بإذن الله. يعني نادي الأهلي بيلعب في بطولتين، بطولة الدوري العام وبطولة كاس مصر النسخة القديمة اللي هي 2021 واللي هتكون يوم الخميس إن شاء الله، ودي مباراة قمة زي ما حضراتكم عارفين، وبطولة خاصة. يعني النادي الأهلي عشان في برضه من ضمن الحسابات ومن ضمن الإحصائيات، النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في الحصول على كاس مصر، عشان اللي بيقولوا غير كده، عشان اللي بيزيفوا الحقائق. لا، النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطوله الدوري العام المصري وبطوله كاس مصر. بطوله الدوري العام المصري احنا عارفين حضراتكم كم بطوله، انتوا عارفين اكتر مني، مش هقول، ولكن انتوا عارفين حضراتكم اكتر مني. وفي كاس مصر برضو، في كاس مصر النادي الاهلي فرق بينه وبين الفريق اللي تحته 10 بطولات لصالح النادي الاهلي. انا بس بقول لكم كده علشان ايه؟ ما يضحكش علينا او ما يضحكش عليكم، عشان تعرفوا تاريخ النادي الاهلي، عشان تعرفوا ارقام النادي الاهلي، عشان تعرفوا فين المنافسه. المهم نتكلم بقى على الضغوط اللي على اللعيبه والجهاز الفني الفتره دي. لما نيجي نتكلم على اللعيبه احنا عارفين ان هم في ضغوط بقى لهم 3 سنين، دي 3 سنه على التوالي. الجهاز الفني
الجهاز الفني في مرحله صعبه جدا جدا جدا. وانا عايز اقول لحضراتكم حاجه، لما بيجي مدير فني على فريق في وسط الموسم ومش اي فريق، فريق مطالب انه ياخد كل البطولات، فريق مطالب انه يكسب كل المباريات. طبعا يعني مش هعمل زي البعض اللي بيقول لك هو انتوا عايزين تكسبوا على طول، عايزين تكسبوا على طول، هو ده الهدف. بس احنا عارفين ان في حاجه اسمها فوز وتعادل وهزيمه، احنا عارفين كده كويس. ولكن احنا هدفنا كل مباراه ان احنا ناخد اولا كل مباراه لوحدها، عايزين نكسب عادي، وضع طبيعي، ده النادي الاهلي. عشان كده هو النادي الاهلي، عشان كده هو النادي الاهلي، عشان كده النادي الاهلي يعني في حته، ومع احترامي لجميع الانديه مجتمعه في حته ثانيه. نروح بقى الماتش النهارده نتكلم فنيا. طبعا النادي الاهلي بيشهد مزيد من الغيابات. شفنا الماتش اللي فات في البدايه، طاهر محمد طاهر اصيب، محمد هاني اصيب، كان في اول ربع ساعه مباراه فيوتشر، وكان معاهم طبعا في نفس المباراه محمد عبد المنعم، لكن محمد عبد المنعم الحمد لله كانت اصابته بسيطه، مش اصابه عضليه، كانت اصابه في الانف، هو موجود النهارده في مباراه اليوم. ولكن الاصابات العضليه تحتاج فتره، يعني طاهر محمد طاهر ومحمد هاني هيغيبوا عن ماتش النهارده. مباراه فنيا فيها صعوبه طبعا. ليه بقى؟ ماتش النهارده دايما مباريات الاهلي وبيراميدز بتتسم بالقوه والنديه والاثاره. ماتش النهارده نادي الاهلي لو كسبه ان شاء الله بمشيئه الله هيوصل للمركز الثاني، المركز الثاني اللي هو فيه دلوقتي بيراميدز. بينه وبين النادي الاهلي نقطتين، والنادي الاهلي باقي له ماتشين. ان شاء الله البدايه النهارده انت لو كسبت، لما نيجي نتكلم في ارقام وضع طبيعي، انت بتتكلم على ماتش بثلاث نقط، هو ماتش بثلاث نقط، واحنا عارفين قيمه الثلاث نقط النهارده. قيمه الثلاث نقط النهارده ان انت، مش عايز اقول بقى بست نقط، ولكن لما تيجي تحسبها هتقول ايه؟ انا ان شاء الله لما اعدي ماتش النهارده باذن الله بالمكسب كسبت ثلاث نقط. الخصم اللي بينافسني في المراكز المقدمه خسر ثلاث نقط، بعدته شويه وانا قربت من المكان بتاعي. ان شاء الله بعد ما نكسب الماتشات المؤجله نرجع مره تانية للمكان المفضل بتاعنا، لان الدوري وحشه الاهلي، غاب سنه ولكن الدوري وحشه الاهلي، المركز الاول وحشه النادي الاهلي. ان شاء الله نكسب ماتش النهارده، ان شاء الله نكسب الماتشين المؤجلين، باذن الله نرجع لمكاننا على القمه، وده الوضع الطبيعي للنادي الاهلي. طبعا مستر سواريز علشان برضو نتكلم عليه، لان في ناس حكمت عليه يعني بسرعه بعد تاني ماتش وبعد اول ماتش وبعد تالت ماتش، هو مازال الراجل مازال، طبعا هو بيدرس الفرق وبيدرس الفرق اللي هتلاعبنا طبعا، ودارس فرقه بيراميدز وشايف نقاط القوه والضعف، وعارف ان النهارده ماتش مهم جدا جدا جدا. انت بتلاعب الفريق اللي فوقيك اللي في المركز الثاني، وهو عارف طبعا ان انت ناقص لك ماتشين، بس لو كسبت زحزحته ونزلته تحتيك، باذن الله يبقى المكسب لفرقه النادي الاهلي. لما نتكلم عن مستر سواريز، الماتش اللي فات ظهرت بعض بصماته، يعني لازم نتكلم على الراجل وعلى الجهاز الفني وعلى المجهود اللي بيتعمل، لا ظاهر بعض البصمات. هتقولي بسرعه كده، لا هقول لك ان في حاجات في الملعب باينه قوي انها شغل مدير فني، باينه. مش عايزين نتحامل على الراجل، مش عايزين نظلم الراجل، مش عايزين نتسرع في الحكم على المدير الفني مستر سواريز، ولكن بانت بصماته الماتش اللي فات في بعض الاشياء الفنيه اللي احنا اتكلمنا عنها في الاستوديو اللي فات. ربنا يسهل النهارده ان شاء الله استكمالا لمسيره الماتش اللي فات، لان الناس بتقول لك ايه، الله طب ما اللعيبه عندها اهو، طب ما اللعيبه قدمت ماتش كويس، طب ما اللعيبه قدمت اداء ومكسب، ومكسب كبير كمان. يبقى احنا مش عايزين ننزل عن كده. اللي عجبنا المره اللي فاتت الروح والاصرار والعزيمه، روح واصرار وعزيمه، ودي دايما اللي بتعلي النادي الاهلي عن اي فرقه. روح واصرار وعزيمه دي دايما اللي بتصنع الفوارق بين النادي الاهلي واي منافس. تعالوا نروح الاول لزميلنا فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي ونطمن منه على الاجواء في فندق الاقامه. اتفضل يا فاروق.
كل الشكر ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق بيراميدز في المباراه الجوله ال25 للدوري المصري الممتاز المقرر اقامته على استاد الدفاع الجوي في تمام الساعه 9. مباراه في غايه الاهميه وواحده من المحطات الصعبه في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري الممتاز، اللي اكد عليه مستر ريكاردو سواريش في كلامه مع اللاعبين. لو هنتكلم على التفاصيل يوم فريق النادي الاهلي النهارده يا كابتن ايمن، كان اللاعبون تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3. عقب وجبه الغداء كان في جلسه جمعت ما بين افراد الجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش وجهازه المعاون مع الكابتن سامي امصان والكابتن سيد عبد الحفيظ. طبعا تم التطرق والحديث عن المباراه مع بعض الفيديوهات الخاصه بفريق بيراميدز طبعا، ودور لويس بيريرا محلل الاداء اللي بيشتغل على فريق بيراميدز خلال المرحله اللي فاتت، والوقوف على نقاط القوه والضعف الخاصه بالفريق. ايضا مستر ريكاردو سواريش كان اتفرج على اخر مباراه جمعت ما بين الاهلي وفريق بيراميدز في كاس مصر، واللي كانت انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف، وايضا اتابع واتفرج على مباراه الاهلي وبيراميدز المباراه الاولى اللي كانت في الدور الاول وانتهت بفوز النادي الاهلي على استاد الاهلي والسلام بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. اكد مستر ريكاردو سواريش على اللاعبين على ضروره عدم حديث خاصة بمباراة النهائي كأس مصر أمام نادي الزمالك. قال بعد مباراة بيراميدز نبدأ الاستعداد، نبدأ الحديث لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر. شدد على اللاعبين على ضرورة النهاردة، يعني ضرورة الثلاث نقاط في هذه المباراة. طبعا فريق بيراميدز 50 نقطة، الأهلي 48 نقطة. قال إن هي محطة مهمة جدا ومباراة مهمة جدا نحقق الفوز النهاردة عشان نتجاوز فريق بيراميدز، علشان يظل الفارق مع الفريق الزمالك قبل المواجهتين المؤجلتين للنادي الاهلي. بالامس كان التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب مختار التتش. قبل التدريب يا كابتن ايمن كانت في محاضره فيديو جمعت ما بين مستر ريكاردو سواريش واللاعبين، اتكلم فيها طبعا على اهم النقاط الفنيه اللي احنا لامسينه بقى من اللاعبين يا كابتن ايمن، ان اللعيبه مبسوطه جدا، اللعيبه سعيده بالشغل الفني اللي بيعمله مستر ريكاردو سواريش في التدريب في الملعب. يعني كان لها حديث مع بعض اللاعبين، اللعيبه اتكلمت يا كابتن ايمن ان الامور اللي بنشوفها في التدريب هي مواقف من اللي بتحصل في الملعب، ودي الامور اللي مستر ريكاردو سواريش بيشتغل فيها مع اللاعبين، ان اي امور بتتم في التدريب ما هي الا صور مصغره بتحدث في الملعب. ده سهل كتير جدا على مستر ريكاردو سواريش في التعامل والوصول الى اللاعبين. ايضا الحاله المعنويه اللي احنا لمسناها للاعبين بعد الفوز على فريق فيوتشر باربع اهداف ادى ارتفاع للروح المعنويه، عوده الروح للاعبين، عوده الروح لبعض اللاعبين، ويعني شايفين حاله معنويه مختلفه مع حسام حسن، مع محمد مجدي قفشه، مع علي معلول، مع كريم فؤاد، عبد المنعم، ايمن اشرف، الشناوي، ايضا صلاح محسن، محمد شريف. كل اللاعبين يا كابتن ايمن حاسين بقيمه المرحله، حاسين بالشغل اللي بيعمله الجهاز الفني. مستر ريكاردو سواريش بيركز على التفاصيل مهمه جدا في كل الامور، سواء في التدريب سواء في الملعب. ان شاء الله نتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، ويتجاوز عقبه من المحطات الصعبه جدا في مشوار النادي الاهلي نحو درع الدوري. طبعا زي ما انت حضرتك عارف يا كابتن ايمن، يعني طاقم تحكيم لهذه المباراه طاقم تحكيم اسباني بقياده كارلوس ديسيرو، حكم 46 عام، هيعاونوا في هذه المباراه راؤول مارتينيز ودييجو باربيرو، سيزار سوتو حكم رابع، اثنين على تقنيه الفار، خوان مارتينيز واغنازيو فيلانوفيا، وده الاثنين اللي هيكونوا على تقنيه الفار. مباراه مهمه جدا، كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. بطمنك، بطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله الجاهزيه اللي عليها اللاعبين خلال لحظات. طبعا هيكون التحرك لملعب المباراه، ملعب الدفاع الجوي اللي بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 10 دقائق. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. زي ما قال فاروق ان حاله اللعيبه والجاهزيه الفنيه والبدنيه ان شاء الله تكون كويسه جدا النهارده زي المباراه اللي فاتت. اتكلم عن مستر سواريز زي ما قلنا المدير الفني، الماتش اللي فات كان ليه بعض البصمات ووضحت يعني في المباراه نفسها، واضح جدا بدايه الضغط من قدام على الخصم، بدايه او استرجاع سرعه استرجاع الهجمه، سرعه استرجاع الكره لما الهجمه بتقطع منك او لما الكره بتقطع منك، سرعه الارتداد من الخلف للامام والعكس، كل ده واضح. انهاء الهجمه بتركيز شديد وايجابيه على المرمى، كل ده واضح. غلق المساحات اللي كانت بتبقى يعني في ظهر مدافعي النادي الاهلي، لا لما قربنا شويه وضغطنا
الخطوط مع بعض، ما كانش فيه مساحات بالمساحة الكافية يعني بالقدر الكافي اللي يقدر يلعب فيه بفيوتشر. نادي الأهلي قدم واحدة من أقوى عروضه. نادي الأهلي قدم واحدة من أقوى عروضه. مباراة ولا أروع. عايزين المزيد. عايزين المزيد، إن شاء الله في المزيد. زي ما كسبنا قبل كده 3 وكسبنا 4 و5، إن شاء الله المزيد اللي جاي بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله النهاردة بإذن الله يكون المكسب للنادي. مش عايزين ننزل. مش عايزين ننزل عن اللي فات، لا احنا عايزين بقى استمراريه وتقدم باذن الله رب العالمين. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده او في الاستوديو اللي فات والاستوديو قبل كده، اللعيبه هي اللي ترد في الملعب. خير رد يجي من اللعيبه في الملعب. وده اللي حصل الماتش اللي فات، وان شاء الله يحصل الماتشات اللي جايه، وماتش النهارده باذن الله هي البدايه. كنت عايز اتكلم في النهايه يعني عن اسطوره كرويه اهلاويه. ذكرى رحيل الكابتن طارق سليم احد ابرز رموز النادي الاهلي. نقف هنا عشان الكابتن طارق سليم رحمه الله عليه، مش عايز اقول يعني، انا عارف جمهور النادي الاهلي العظيم بيحب النادي الاهلي قد ايه. كابتن طارق سليم كان واحد من عشاء ومجانين النادي الاهلي، الله يرحمه. مجانين، انا مش قصدي مجانين، مجانين بحب النادي الاهلي زينا، بس هو كان معجون اهلي، كان معجون اهلي. يعني هو كان ليه مقوله مشهوره دايما، يقول لك انا مستعد اشتغل غفير في بوابه النادي الاهلي، لان خدمه النادي الاهلي شرف ليا، لان الاهلي مش مجرد نادي، مش مجرد نادي، مش مجرد نادي انا لعبت فيه وقضيت فيه بعد كده بقيت عمري، لا، النادي الاهلي ده حياه. الاهلي حياه، او النادي الاهلي حياه. كان دايما الله يرحمه كابتن طارق، وتشرفت ان هو فتره من فترات كان مدير الكوره وانا بلعب في النادي الاهلي، كان ليا معاه اكتر من موقف. بعض المواقف طبعا الواحد كان صغير وكان احيانا يعني واخداه الحميه شويه وساعات بيخطا، كان بيعاقب، ولما يجي يعاقبك من كتر حبه ليك، يعني من كتر حبه ليك بعد كده بيشيل العقاب، من كتر حبه ليك وللنادي الاهلي يعاقب. ولينا قصه، وهي قصه لما يعني بنتكلم عليها او بنذكرها هتستغربوا حضراتكم جدا. احنا كان سنه 94 عندنا نهائي بطوله دوري مع النادي الاسماعيلي في اسكندريه، كان مباراه فاصله. وكان مدير الكره كابتن طارق سليم. ظروف المباراه ابتدت يعني لصالح النادي الاهلي. قدر كابتن محمد رمضان يجيب جول والتاني وبعدين التالت، والماتش خلاص رايح، يعني رايح لسكه النادي الاهلي. بعدين في الشوط الثاني النادي الاسماعيلي جاب جول، بقت نتيجه 3-1. وبعدين ربنا كرمني نزلت الشوط الثاني جبت الهدف الرابع. فالوضع الطبيعي الماتش 4-1 واول ربع ساعه من الشوط الثاني يعني تقريبا الماتش خلص. الماتش اتكهرب واتقلبت الامور، نادي الاسماعيلي قرب، النتيجه بقت 4-3. 4-3. ونادي الاسماعيلي اضاع كمان ركله جزاء. فطبعا الجمهور كله واحنا خايفين في ملعب ان الدوري يروح. ماتش دوري فيصل. المهم بعد المباراه الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الدوري. بعد المباراه كابتن طارق الوضع الطبيعي احنا طبعا فرحانين، فهو من كتر حبه للنادي الاهلي انت كسبان 4 تكهرب الماتش وتقرب الفرقه اللي قدامك وتخليها 4-3، فاحنا فرحانين. فطلعنا بقى هو انتوا فرحانين على ايه؟ فرحانين على ايه؟ هو بالظبط قال كده، انتوا فرحانين على ايه؟ فرقه كسبانه 4-0 كانت هتضيع الماتش، ولا 4-1 هتضيع الماتش، انتوا فرحانين على ايه؟ ده النادي الاهلي بالظبط قال كده، ده النادي الاهلي كسبان خلص على الفرقه اللي قدامك، كسبان 4 تخلي الفرقه اللي قدامك تجيب جولين كمان وتجيب 3 جوال وتقرب منك وتصعب الامور عليك. والله قال لنا كده بالظبط، قال لنا مش هقول لكم مبروك، مش هقول لكم مبروك، لان هو عارف قيمه النادي الاهلي.
اللي احنا بنتكلم دلوقتي بنقول ايه؟ عايزين حلاوه في الاداء وعايزين مكسب. هو الكابتن طارق كان بيقول كده، كان بيقول النادي الاهلي لازم يعمل كده. النادي الاهلي عشان نادي كبير، عشان نادي عظيم، عشان لعيبته المفروض ان هي احسن لعيبه في مصر، لازم يعمل كده. لازم يكون هو ده الرد في الملعب، لازم يكون الشكل في الملعب. انت كسبان 4-1 تبقى النتيجه 4-3 في تلت ساعه وهيضيع منك الماتش، وبعد ما كنت متسيد المباراه الماتش يتقلب. قال لنا بالنص كده، انتوا لا، انتوا مش هقول لكم مبروك، خدنا الدوري بس مش هقول لكم مبروك. يعني دي من ضمن الحاجات. لا بس عايز يعني بذكرها على طول للكابتن طارق، بس عايز اعرفكم كابتن طارق سليم كان ايه. كابتن طارق سليم كان معجون اهلي، كان لحد ما توفى رحمه الله عليك بيموت في النادي الاهلي. كان بيسال حتى هو في المستشفى، النادي الاهلي عمل ايه النهارده؟ النادي الاهلي الماتش اللي جاي عنده. ده الكابتن طارق سليم. تشرفت ان انا اشتغلت تحت ايده، انا كنت لعيب هو كان مدير كوره، وتشرفت في الفتره دي كويس قوي 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 قوي. حتى لما مشيت من النادي الاهلي قال لي ربنا يوفقك ان شاء الله في المرحله اللي جايه. ده الكابتن طارق سليم، ودول ابناء النادي الاهلي. هنروح لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مجهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظروا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بالجمله الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. اهلا بيك كابتن ايمن. مبارك يا كابتن، عامل ايه؟ تمام، كله تمام والله الحمد لله. توفيق يا كابتن. الله يخليك. كابتن علاء مهيوب، اهلا وسهلا بيك كابتن، مشرفنا. اهلا بيك. اهلا بيك ايمن. اهلا بيك. ازيك كابتن؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله رب. كابتن اسامه عرابي، اهلا وسهلا. ازيك كابتن؟ الله يخليك، منورنا. الله يخليك. كابتن احمد بلال، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نور الحمد لله على السلامة. ايه الاخبار؟ شكلك عملت شغل في العيد حلو. الحمد لله رب العالمين، حلقت شعري وظبطت تقلبه. الحمد لله رب العالمين. كابتن شريف، الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء او الاحصاء والتاريخ في اخر تصنيف في يوليا واخر نشره في يوليا، النادي الاهلي في المرتبه رقم 21 عالميا والاول عربيا وافريقيا. ده الشكل الطبيعي، ده الوضع الطبيعي. يعني انت بتنكد على الناس ليه؟ اللي هم انا مش جايب الارقام دي من عندي. انا مش جايب الارقام. هو ده وضع النادي الاهلي، ده ان كانش التاسع ولا ال 11 ممكن يبقى ال 15. السنه دي ياخد كام بطوله كمان كده؟ مش كل الانديه الكبيره بيجي لها فرصه ان هم يقدروا يحصلوا على 4-5 بطولات في السنه. ايوه. فعشان كده انت ترتيبك بيجي 21، بكره ممكن تلاقي نفسك 16 15 لغايه ما توصل للتسعة. بعد كده بتنافس بقى الانديه الكبيره فعلا، بس مش كل الانديه ايمن بتقدر تاخد 3-4 بطولات دوري وكاس وسوبر. ودي الانديه زي ريال مدريد بتحصل فتره يعني طفره كده، يقدر ياخد بطوله الانديه والدوري ودوري ابطال اوروبا، فدي بتبقى حاله. والسوبر هو ده دايما اللي بيخلي ريال مدريد هو الاول في البطولات وعلى العالم كله. فدي مكانه النادي الاهلي الطبيعيه، لان الناس اللي في موجوده في النادي الاهلي كلهم بيشتغلوا على هذا الوضع يعني. صحيح. مش السنه دي او اللي فاتت او اللي قبلها، جميع الناس اللي اشتركوا من اصغر عامل لاكبر رئيس مجلس اداره جه او اعضاء مجلس اداره كانوا موجودين، او مدربين او دكاتره او لاعبين او كله شارك في هذا الانجاز، ودايما هيفضل نفس الانجاز بيتحقق باذن الله. دي سياسه النادي الاهلي اللي موجوده وكلنا عارفينها يعني. ف مبروك الوضع ده والتصنيف ده، انما احنا دايما بنبص للافضل يعني. ان شاء الله. فالف مبروك يعني. ان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. طبعا ان شاء الله. كابتن علاء، في التصنيف دوت النادي الاهلي متفوق على انديه عالميه او بعض الانديه العالميه زي باريس سان جيرمان، زي اليوفي، زي روما. اعتقد النادي الاهلي في مكانه ثانيه بعيده كل البعد عن اقرب المنافسين دي، سواء في افريقيا او في مصر.
بص يعني مع احترام لكل الانديه اللي موجوده في افريقيا والعرب وكل الانديه، النادي الاهلي مش بيتنافس دلوقتي مع الانديه دي، مع الاحترام الكامل ليهم طبعا، كلهم انديه كبيره وعظيمه ولهم اسم، لكن النادي الاهلي ما بيتنافسش ولا مع انديه عربيه ولا انديه افريقيه. هو النادي الاهلي عدى المرحله دي خلاص. دايما كنت بتكلم معاك هنا وبنيجي نتكلم على البطولات واحنا كام وكام وكام، بقول لك دايما دلوقتي انت عينك على ريال مدريد بس. يعني حتى لما ريال مدريد بيكسب بطوله جماهير النادي الاهلي بتزعل عشان انت قربت ريال مدريد. انا ما بتكلمش ولا نادي عربي ولا افريقي، فانت في موضوع انت في حته مختلفه تماما تماما، بعيد خالص كل البعد عن الحته العربيه والافريقيه. يعني انت بعيد عن الصراع ده بمعنى اصح، انت دلوقتي يعني تصنيفك في حته تانية خالص، طموحك في مكان تاني خالص، عينك على الملك، النادي الملك الوقت اللي هو بينافسك في عدد البطولات اللي انت واخدها. عشان كده هو ده النادي الاهلي، بنتكلم دايما عن النادي الاهلي، الناس فاكرين متحيز، احنا متحيز ولا حاجه، ده احنا بنتكلم الكلام الطبيعي لنادي عريق ببطولاته بمجلس اداراته برجالته بلاعبته بنظامه كل حاجه حلوه في النادي الاهلي. فانت بتتكلم عليه ولا انت بتتكلم على حاجه مش موجوده؟ بتتكلم على وهم؟ انا ما بتكلمش على وهم، انا بتكلم على واقع حقائق. بالظبط، حقائق واقع. انا دايما انا راجل واقعي مع نفسي، انا بتكلم عن النادي الاهلي. اتكلم بتحيز وكل حاجه وبتحيز في، انا بتحيز في بطولات في اسم. صح. يعني مش تزوير ولا بنسب حاجه للنادي الاهلي هي مش موجوده فيه، لا خالص، انا بتكلم على نادي الاهلي بعيد عن الانديه العربيه بعيد عن الافريقيه. هو في تصنيف عالمي وسابق انديه كبيره جدا كمان كاسم كمان. فهو بقول لك الموضوع احنا في، يعني احنا في حته تانية. يعني صحيح. الحمد لله رب العالمين، النادي الاهلي في حته تانية خالص، مكان تاني خالص. ودايما بقول كلمه والله مش قصدي بيها حاجه، لما تحب تتعلم اداره انديه وتوصل للنادي الاهلي، اتعلم من النادي الاهلي. اتعلم مش النادي الاهلي النهارده ولا امبارح ولا لا لا، اتعلم من النادي الاهلي بدا ازاي، اشتغل ازاي، والرجاله بتشتغل ازاي جوه النادي الاهلي، مش رجاله في الكوره بس، لا مزبوط. في الاداره، في شكل النادي. وبعدين معاك بقى كمان حاجه مش موجوده في حتت كتير جدا، معاك جماهير مش طبيعيه. طبعاً. معاك جماهير عاشقه ليك، محبه ليك بطريقه طريق الجنون. صحيح. عشان كده انت الحمد لله النادي الاهلي، انا بقول لك الحمد لله اللي بينتمي للنادي ده، انا بشوف ان هي نعمه ان انت في يوم من الايام كنت منتمي لهذا النادي. الحمد لله. اسمك معروف على طول، عندك جماهير ما بتنساكش ثانيه، نادي حتى لما بتعتزل وبتبعد وتروح وتيجي، النادي الاهلي عمال بيكبر في اسمه. فانت بتبقى فرحان ان في يوم من الايام لعبت للنادي الاهلي، مش لازم بقى لعبت كتير ولا، لكن انتميت للنادي الاهلي، دخلت النادي الاهلي. النادي الاهلي اول ما بتخش النادي الاهلي بتاخد كده يعني يعني عارف ختم كده، انت لعبت في النادي الاهلي خلاص. فانت انت بتبقى قاعد فخور انك انت لعبت في النادي الاهلي. صحيح. بس تيجي اسم النادي الاهلي في اي مكان، لا الموضوع مختلف تماما. صحيح. تماما تماما. فهو عشان كده ده النادي الاهلي تصنيف طبيعي جدا زي ما قال كابتن شريف بالنسبه للعرب وافريقيا. وانا بالنسبه لي ما بقولش ده مش طموحنا خلاص، انت 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 في حته ثانيه خالص. طموحك دلوقتي حاجه، انت عينك على ريال مدريد، شوف هي كم بطوله وانت بتحاول توصل لريال مدريد. عشان كده هو النادي الاهلي، وان شاء الله وافكرك ايما ان شاء رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين مع مرور السنين هنعدي ريال مدريد ان شاء الله باذن الله رب العالمين. عشان كده كابتن اسامه هو ده النادي الاهلي. في فرق كبير جدا 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 بين النادي الاهلي وبين كل المنافسين في مصر. يعني يمكن انت وعلاء وشريف غطيتوا الموضوع تماما. يعني الموضوع ما بقاش عايز كلام، هو احصائيا الفرق كبير جدا بين النادي الاهلي واي نادي في المنطقه العربيه كلها وافريقيا والشرق الاوسط. فعشان كده انت بتنافس انديه عالميه في عدد الالقاب او الترتيب العالمي، فمكانتك خلاص في مكانه بعيده قوي، وانت تستحق ده عن جداره واستحقاق، لانه شغل كتير جدا 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 اتعمل من اجيال من ساعه ما النادي الاهلي انشئ. يعني اجيال ورا اجيال بتسلم بعض بطولات وتاريخ، فما صنعش الانجازات دي كلها فرد او مجلس اداره لوحده او فردين او عشرة، لا مجالس الادارات كلها اللي مرت في تاريخ النادي الاهلي، اللعيبه كلها اللي انتمت للنادي الاهلي، المدربين اللي انتموا للنادي الاهلي، الاداريين
وكل من انتمى للنادي الاهلي من ساعه ما انشئ كله بيحط طوبه ورا طوبه ورا طوبه لغايه لما وصلنا للمكانه الكبيره دي. فشرف لينا اكيد ان احنا جزء بسيط من الكيان الكبير دوت. ودايما زي ما كلكم قلتوا جماهيرنا كانت الداعم الاول لينا في كل بطولاتنا من ساعه ما النادي انشئ. فمبروك وان شاء الله انجازات اكتر واكتر باذن الله. كابتن بلال مش عيب ان الانديه لو عايزه تتعلم تبدا تتعلم من منظومه عظيمه زي منظومه النادي الاهلي. ده اكيد طبعا. يعني انت بتتكلم يا كابتن ايمن ان كل الناس الاجانب اللي جت مصر المدربين يقولك ان الاهلي اقرب فريق في المنطقه كلها تمام قريب للانديه الكبيره في اوروبا، مش للانديه بتاعت اوروبا، للانديه الكبيره بتاعت اوروبا تمام. الالتزام، الحقوق، الانضباط، نادي عارف اللي ليه واللي عليه، ماشي دايما تابع للوائح والنظم والقوانين. النادي الاهلي محترف بجد تمام. يعني النادي فعلا محترف. لو عايزين هنا في مصر حتى نطبق نظام او سياسه الاحتراف لازم نبص على النادي الاهلي في طوال تاريخه. خد بالك طوال تاريخه. أيوة. وكل الاجيال وكل مجالس الادارات مكمله لبعضها في النادي الاهلي. خد بالك من القليل جدا اللي تلاقي مجلس اداره بيجي يكمل مجلس اداره في اي نادي في العالم تمام. يعني باستثناء الانديه الكبيره قوي تمام اللي ليها شعبيه كبيره جدا وليها جماهيريه عريضه جدا بتلاقي مجالس الاداره دايما مكمله لان السيستم واحد، الهدف واحد، الطريق واحد، الجمهور كبير عنده، الجمهور نفسه بيلزمك بحاجات بتشتغل عليها، بيلزمك بمبادئ تشتغل عليها. يعني النادي ما تلاقيش واحد كده ما انا اسف لعيب بيشتم وقاعد في البيت وعادي بيلعب زي بقيه الخل اللي بيحصل، ما تلاقيش الكلام ده خالص. لكن في النادي تاني عادي يرفع الجزمه على الجمهور وتلاقي النادي الجماهير بتسال برافو عليك انت ابن حلال تمام انت وطني. الكلام ده ما تلاقيهوش عندنا، مش موجود في النادي الاهلي خالص على الاطلاق. ما تلاقيش واحد على صفحات الجرايد مثلا او الانترنت او السوشيال ميديا بيشتم ويقول لك انا فلان وعلان وتركان ويتساب. لا، قبل ما تبقى في وقفه من الجهات المعنيه كاتحاد كوره او لجنه او لجنه أو, 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 او انت الوقفه الحقيقيه بتبتدي من داخل النادي الاهلي. عشان كده الناس هنا خد بالك ان عشان كده الناس في مصر لما تيجي تكلموا عن النادي الاهلي يكلمك في رقم واحد المبادئ. مزبوط. رقم واحد يقول لك المبادئ، مش حاجه، مش لعب الكوره بس. صح. لعب الكوره بيجي وده الاهم، خد بالك بيجي في المرتبه الثالثه يمكن كمان مش الثانيه، لا الثالثه. يقول لك رقم واحد مبادئ النادي الاهلي. صحيح. ثاني حاجه روح النادي الاهلي. ثالث حاجه الاداء بقى، الاداء الفني. وده اللي احنا على فكره في الاستوديوهات دايما بنتكلم عليه، بنقول انت بالنسبه لنا احنا رقم واحد يبقى عندك مبدا تمام. المبدا بتاعنا هو ايه؟ هو النادي الاهلي فوق الجميع، يعني فوق متطلبات الشخصيه وامكانياتي والمدير الفني وفوق كل اللعيبه. كل الناس بتحط النادي الاهلي في المقام الاول لان احنا بنتشرف ان احنا اسمنا اتكتب في تاريخ النادي الاهلي. صحيح. يعني في التاريخ اللي سطره النادي الاهلي احنا الحمد لله بنتشرف وبنبقى فخرين واحنا ماشيين في الشارع بنقول احنا ولاد النادي الاهلي. من نعم ربنا عليك. بنقول احنا ولاد. صحيح. النادي الاهلي. ودي لها تقدير كبير جدا جدا جدا. مزبوط. فالاهلي لو عايز فعلا تبقى نادي محترف، عايز تبقى نادي محترم، يبقى لازم تشوف النادي الاهلي عمل ايه. صحيح. وابتدي من بعيد، مش لازم تبتدي من دلوقتي لان دلوقتي صعب عليك. صحيح. ابتدي من بعيد شويه تمام، هي الاقرب بالنسبه لك. تمام. صحيح. كابتن شريف، يمكن انا في المقدمه قلت او تذكرت المرحوم الكابتن طارق سليم احد رموز النادي الاهلي او اعظم رموز النادي الاهلي. النهارده الذكرى السنويه لوفاته، وانا اعرف ان انت كنت مقرب ليه جدا جدا جدا. الله يرحمه ويحسن اليه الجنه بما فيها يا رب العالمين باذن الله. هو كلنا كنا مقربين لكابتن طارق، وهو كان كابتن طارق دايما كابتن النادي الاهلي منتقاه كلهم. لما بتيجي فرصه لاي حد بياخده على جنب يقعد يتكلم معاه بروح النجوميه اللي هو كان فيها وبروح النجوميه ال سليم كلهم، كابتن وهاب سليم، كابتن صالح سليم، كابتن طارق سليم. عيله سليم كلها عاشقه للنادي الاهلي. صحيح. عاشقه للكوره عموما، عاشقه لكل ما يمس للنادي الاهلي بصله. مظبوط. او للكوره في مصر الحقيقه. ونجوم الانديه كلها كانت تحب كابتن صالح وكابتن عبد الوهاب وكابتن طارق. وفي ود بينهم انديه نادي الزمالك وكل الانديه، ودايما كان
كابتن طارق وكابتن صالح وكابتن عبواب محطه لانك انت تيجي تقعد معاهم وتتكلم معاهم من جميع الانديه كلهم ويتشاوروا معاهم وعشان كده زي ما بلال قالك واسامه وعلاء الناس بتشوف النادي الاهلي ايه هو؟ ما هو من رموزه اللي موجوده من تصرفات من مبادئ اللي احنا كلنا ما خرجناش عنها. يعني هضيف لك حته مع كابتن طارق اعضاء الجمعيه العموميه في الانديه عمرك ما تخش النادي الاهلي وتلاقي واحد صوته عالي. صح. ولو حد لقيناه صوته عالي كلنا نبص كده. كله عارف اللي ليه واللي عليه في جميع الفروع. صح. في اي حته اعضاء الاهلي حتى هم بيتفرجوا على المباراه الاهلي وبيلعب لينا شكله احنا بنعلق ممنوع تجاوز شكله. كابتن طارق من كان يقول لك ايه من الرجاله اللي يحب اللعيب الراجل اللي يدي اللي عنده ما يحبش غير التيشيرت الاحمر ويحب اسم ناديه وعارف امكانيات كل واحد كان بيجي يكلم مع بلال على قد امكانياته ويكلمه بحراره وما فيش رحمه الله عليه كان حاجه جميله وداعم لينا كلنا الحقيقه مظبوط يعني وكان يكلمنا دايما ويكلمنا انا خصوصا على بقيه اللعيبه اللي موجوده يعني يقول لي شفتوا فلان ده مش هيبقى مش عارف ايه كلمه الروح دي طبعا موجوده وهتفضل ابدا صحيح. انما الف رحمه ونور عليك كابتن طارق. كابتن علاء من المقربين للكابتن طارق في مواقف كتير جدا وكان الكابتن طارق انا اعلم ان كان ليه موقف يعني كويسه قوي قوي معاه وبيعتبرك كانك ابن من ولاده. هو انا كانت علاقتي بيه طبعا كانت قريبه جدا جدا كابتن طارق الله يرحمه ويسامحه طبعا. هو بس انا بتكلم على كابتن طارق هتكلم على كابتن شريف قال على العيله كلها ما شاء الله يعني. بس انا اتعاملت مع كمان كابتن عبواب سليم الله يرحمه مدير كوره وكابتن طارق مدير كوره برضه طبعا كابتن صالح كان رئيس نادي فالعيله كلها دي لما بتتكلم تقول عيله صالح عيله صالح سليم طارق سليم عبواب سليم تحس انت بتتكلم على حاجه مرتبطه بالنادي ده مرتبطه بالنادي الاهلي يعني تحس النادي الاهلي بس العيله دي لوحدها مرتبطه بيه ارتباط مش طبيعي يا ايمن حب كده سبحان الله بيعشقوا حاجه اسمها النادي الاهلي من غير حاجه خالص بدون مقابل بدون اي حاجه صحيح فيهم ميزه الثلاثه رحمه الله عليهم على قد شدتهم على فكره على قد شدتهم وكده بس عندهم ما بيحدوش عن الحق صحيح حق لا حقانيين بطريقه جامده جدا عشان كده كنت احب اتكلم معاهم وتعامل معاهم كان اكتر واحد كمان كابتن ابواب سليم كان في عز مرضه وكان شغال معانا في الكوره يعني احنا كنا يعني كلنا كنا بنتضايق ونتاثر عشان هو تاثره وتعب ومش ممكن فاهمني اللي هو بتحس ان في اوقات انت عايز تكسب وبسرعه عشان تفرح كابتن ابواب هو ده على فكره حب بدون مقابل يعني هي يعني العيله دي زرعت حته الحب والاحترام في النادي الاهلي هو من زمان طبعا موجود لكن في ناس ايمن على مدار التاريخ كل حاجه بتتوارث بس في ناس بتبقى مؤثره يعني كابتن صالح كابتن ابواب كابتن طارق لا لما تيجي تتكلم تحس الناس دي اثرت في 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 النادي الاهلي اثرت في النادي الاهلي يفضل بالشكل وكده كابتن طارق بقى كان حاله خاصه خالص بقى لوحده كابتن طارق اولا كان شديد جدا طبعا كلنا اشتغلنا معاه وعارفين مدى شده كابتن طارق ايوه بس بالحق يعني هو مش هو وبعدين هو دي شخصيه كابتن طارق مش عشان اخو كابتن صالح الله يرحمه لا 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 هو كابتن طارق كده راجل عارف اللي هو ما تقول الراجل ده راجل عارف انت في راجل ما راجل بس مش راجل انما ده لا راجل بجد يعني شديد جدا وفي الحق معاك وزي ما قال شريف كلمه حلوه قوي قال لك كان دايما بيدعمك دايما واقف جنبك لما يبقى في حاجه غلط بيدوس عليك جامد جدا يعني انا لما كنت بعمل حاجه غلط او بيحصل اي اهتزاز ولا حاجه كده انا مش عايز اقول لك يا ايمن كان بيعنفني بطريقه مش طبيعيه بس هو في ميزه بيننا وبين بعض عمره ما اتكلم على مع حد في قدام احرج حد قدام الناس او اتكلم في صحافه ولا حاجه خالص قليل الكلام تماما ملوش دعوه بحته الصحافه دي خالص هم حتى الصحفيين ما كانش يحب يروح كابتن طارق ان هم عارفين هو مش بيتكلم في الصحافه كتير مظبوط لكن الراجل تحب تتكلم معاه تحب تسمع منه على قد ما هو كان شديد جدا على قد ما هو كان راجل قلبه طيب جدا وبيحب النادي الاهلي قوي ودايما كان في ميزه بينقل الحب ده للعيبه انا بقول لك كنت معاه لحد اخر لحظه حتى حته مرضه وكنت دايما بشوفه كده رحمه الله عليه كان فعلا رمز من رموز النادي الاهلي كل ما افتكرها تحس ان الراجل ده كان شخصيه جميله جدا الله يرحمه ويسامحه صحيح كابتن اسامه افكرك بموقف كان انا اتكلمت عنه بس انت ممكن تتكلم عنه برضه بطريقه كويسه ماتش الاسماعيلي نهائي الدوري لما كسبنا 4-3 في المباراه اللي هي كانت فيصل والكابتن طارق
ما رضيش يقول لنا مبروك. الله يرحمه طبعا الكابتن طارق. الواحد قضى معاه ايام كتيره جميله جدا، سواء وانا لاعب وهو مدير كوره، سواء وانا مساعد في الفريق الاول وهو مدير كوره، سواء لما اشتغلت في قطاع الناشئين قبل كده وهو رئيس قطاع الناشئين، وغير القعدات اللي كانت في النادي، لان هو كان من الشخصيات المتواجده في النادي على طول، وبالذات في منطقه التنس يعني، انه كان بيلعب تنس الله يرحمه على طول وكده. طبعا الماتش دوت كان بقالنا سنتين ما بناخدش الدوري العام، وحصل مباراه فاصله بيننا وبين الاسماعيلي، و ماتش كان صعب جدا، لان قبليها كان الاسماعيلي برضو خد مننا دوري في المحله في مباراه فاصله، فكان النادي الاهلي محتاج جدا المباراه ديت. وفي المباراه قدرنا نكسب 4-0 الاول، ورمضان جاب 3 جوان وانت جبت جون، وكانت فرحه غير عاديه. تهاونا شويه وقعدنا نتدلع لغايه لما الاسماعيلي في اخر ثلث ساعه جاب 3 جوان، والماتش انتهى 4-3. بس هو الجول الرابع هو ده الجول المكسب اللي هو جابه يعني. لا لا الثلاثة بتوع رمضان هم اللي قضوا على الاسماعيلي بالاول. لا الجول الرابع كان هو اللي خلص. هو اللي خلص. لا لا سمحت يا اسامة. يعني مين عشان لاعب كان؟ هو ولا رمضان؟ هم الاثنين. خلينا في الكابتن طارق. ف ماتش كان في المتناول جدا، وكان ممكن نطلع كسبانين 6-7. وجمهور الاهلي طبعا كان طاير من الفرحه، لان الماتش خلص بدري. أيوه. يعني من اول 10 دقائق جبنا جون، في الثاني في الثالث، فالمباراه اتسهلت علينا، وبعدين اخر 10 دقائق ولا ربع ساعه صعبت قوي. مظبوط. فخرجنا، فطبعا واخدين دوري العام احنا برضه. كسبتوا 3-3؟ لا لا لا، كنا 4-0 وبعدين هم جابوا 3 جوان. ف كل الجماهير فرحانه، واحنا لعيبه جري في الملعب وبنحضن بعض، لان كنا خسرانين الدوري قبليها بسنه. صحيح. ومش مهمنا بقى، المهم احنا كسبنا ان شاء الله بكورنر يعني، بس كسبنا خلاص. أيوه. كابتن طارق انام كشر المباراه دي، كان فيها عادل عبد الرحمن. ايوه ضيع فيها جول ونزل. عادل نزل الشوط. نزل. نزل الشوط الثاني. ف كلنا بقى بنحضن بعض وبنجري مع الجماهير وبتاع، دخلنا اوضه اللبس هنا كابتن طارق مكشر ومتضايق جدا ومش عايز يسلم على حد فينا ومتنرفز ومتعصب. كابتن طارق ما بتقولناش مبروك. قال لك ازاي ماتش يبقى في، بص حرصه على خدنا البطوله بس. شوف حرصه بالزبط. ان احنا كنا كسبين 4-0 ازاي يخش فينا 3 جوان في اخر ربع ساعه بالزبط. لكن مع الوقت طبعا بعد شويه قعدنا نضحك فيه وبتاع ويعني خلاص اتبسط يعني. بس هي دي شخصيه الكابتن طارق. هي دي شخصيه. هي دي شخصيته في مواقف كتيره جدا. صحيح. حتى في ماتشات تانية قبل كده او اثناء حتى واحنا مدربين في قطاع الناشئين او في او احنا لعيبه، فهو كان شخصيه على قد ما زي ما علاء قال وشريف انه يعني جد جدا وقوي جدا، بس في نفس الوقت اللي قريب منه واللي بيقعد معاه كتير واللي عارفه عارف ان هو طيب جدا وبينزل على يعني مزبوط. بينزل مزبوط. على يعني من الناس كده اللي هي شديده قوي بس على ما تحكي معاه طيبه. مظبوط. في طيبه غير عاديه. صحيح. الله يرحمه. وطبعا الكابتن صالح وكابتن عبد الوهاب الله يرحمهم من الشخصيات جميعا. العيله دي اثرت في تاريخ النادي الاهلي. لن يعوضوا طبعا. صحيح. طيب نقول تشكيل النادي الاهلي قبل ما نروح للكابتن احمد بلال. هنقول التشكيل وارجع لك كابتن احمد. محمد الشناوي حارس المرمى، كريم فؤاد، ظهير ايمن، محمد عبد المنعم وايمن اشرف قلبي دفاع، علي معلول ظهير ايسر. ثنائي خط الوسط الدفاعي عمرو السوليه حمدي فتحي، ورباعي المقدمه احمد عبد القادر، محمد مجدي قفشه، صلاح محسن وحسام حسن. مره ثانيه محمد الشناوي لحراسه المرمى، كريم فؤاد ظهير ايمن، قلبي الدفاع محمد عبد المنعم ايمن اشرف، علي معلول ظهير ايسر، ثنائي خط الوسط الدفاعي عمرو السوليه حمدي فتحي، ورباعي المقدمه احمد عبد القادر، محمد مجدي قفشه، صلاح محسن وحسام حسن. يعني تقريبا التغيير محدود لاصابه طاهر محمد طاهر ومحمد هاني، وهنتكلم عليها مع نجومنا الكبار.
كابتن بلال اللي عايز تضيف حاجه بالنسبه للكابتن طارق سليم وعيله سليم؟ في حاجه ما تساله اسمعنا مشاهدينا. انا بقول هل لديك اقوال اخرى؟ اه لا ما انت عايز تضيف دي اللي هو يعني يا اه يا لا، انما انت لا هو عايز يضيف طبعا اكيد. ما انا عارف انه عايز يضيف يا كابتن. لا اكيد. بص يا كابتن سؤال مستفز جدا. لا والله يا ابدا والله الصيغه مش حلوه. سؤال بلد الحقيقه. لا والله يا ابدا. علشان انت تضيف. عشان تضيف. اه طبعا. لا بص يا كابتن، انا احنا يعني انا الجيل بتاعنا انتوا عاصرتوا طبعا كباتن وانتوا بتلعبوا معاهم، وكان كابتن طارق اعتقد كان مدير كره على كل اللعيبه اللي موجودين. يعني احنا واحنا صغيرين في النادي، او احنا قبل ما نروح النادي كمان، كنا نسمع ان النادي الاهلي كابتن صالح سليم، كابتن طارق سليم، كابتن عبد الوهاب سليم، والعيله يعني ده اللي احنا يعني ده اللي طلعنا وتربينا عليه. أيوة. تمام. فلما تبتدي تتعامل مع الناس، يعني انا عشرت كابتن طارق كمشرف على الكوره. أيوة. وكان معاه كابتن على عبد الصادق كمدير كوره. لما تبتدي تتعامل مع الناس اللي انت كنت بتسمع عنها عن كوره، اللي اسست او كانت جزء من تاسيس كيان النادي الاهلي، بتعرف ان اللي انت بتسمعه دي فعلا حقيقه. يعني اللي موجود جوه النادي الاهلي دي حقيقه فعلا، مش كلام مغلوط او كلام بيكبر الناس او كلام مرسل في الهواء. وحب الناس وخوفهم على النادي على فكره ده جاي من جوه من القلب. يعني انا ليا موقف صغير جدا. انا عشرت كابتن طارق سليم على فكره شهرين في المانيا. والله فعارف التاريخ غير الكره، عارفه كله يعني. التاريخ الشخصي يعني. أيوة. بقى طير والريس والحوارات. أيوة. كل الكلام ده بعد الهوا بحكيه لك بقى. أيوة. والنقلات اللي حصلت في حياته ومين كان السبب كل ده يعني كلها. طب ما احنا قاعدين. أيوة. وقاعد في السرير ده وانا قاعد في السرير الثاني. أيوة. فاحنا ايه بقى طول اليوم قاعدين بنحكي. لكن كان في ماتش كلها بلديه المحله في المحله. كابتن طارق كان مشرف على الكوره، كانت معانا كابتن علاء عبد الصادق. الماتش ده اعتقد كابتن علاء كان موجود. كابتن علاء ما كنتش موجود الماتش ده. اه صح ما كنتش موجود يا كابتن. 2-0 وانا جبت جونين. ماشي. وكان تاني ماتش ليا يعني بعد الرجوع مره ثانيه مع مانويل جوزي. فالمهم طبعا انا جاي النادي ثاني مبسوط وفرحان. جونين 2-0 وثاني ماتش ليا. يعني كنت متخانق مع الخواجه قبليها خناق رب السماء، وما كنتش بلعب والدنيا بايظ على الاخر. فالمهم جاي النادي مبسوط يعني كابتن 2-0 انا جايب الجونين تاني ماتش. تمام. فالمهم ايه، كان في كره في الماتش بعد ما جبت الجونين بعملها تشيب كده من فوق الجول بدلع يعني. اه فطلعت جنب العرض. فتاني يوم جاي لقيت كابتن علاء بن نديني بيقول لي بص كابتن طارق عايزك تعالى. قلت بيقول لي بقى ايه ماتش حلو هايل تمام ليك مستقبل واعد. لقيته بيقول لي تحب اخصم منك كام؟ قلت بيهزر يعني. قلت اخصم منك كام يا كابتن علي؟ قال لي انت فاكر نفسك ان انت نجم؟ قلت له ليه يا كابتن؟ ايه اللي حصل بس؟ قال لي الكره الثالثه دي تشمع امها في قلب الجون. ايه اللي انت بتعمله ده؟ تمام. مش امها طبعا. قلت له تشمع يا كابتن انا جايب جونين. قال لي الكلام ده مش موجود عندنا. الفرصه يعني فرصه، جول يعني جول. الاستهتار ده مش موجود في النادي الاهلي عارف. فانت تطلع من الحوار انك فعلا في منظومه مش بتاعه مش بتاعه دلع. مش دلع. انت لازم تبقى سيريس طول الوقت. فالحقيقه يعني احنا يعني فعلا الجديه والالتزام والانضباط فعلا انت بتتربى عليهم الناس الكبيره. صحيح صحيح. طيب كابتن شريف، مفيش تغييرات كتير في الفريق غير الاصابات. كريم فؤاد بدايه المباراه بدل محمد هاني، وصلاح محسن بيلعب زي ما هو، احمد عبد القادر بيلعب من البدايه مكان طاهر محمد طاهر، وبقيه الفريق كما هو. بص يا كابتن ايمن، نتيجه المباراه اللي فاتت والروح بتاعت اللعيبه خلت مدير فني عنده ثقه في نفس التشكيل، والتغييرات اضطراريه. كويس. فرقه فيوتشر فرقه كانت مش نفس الاداء اللي ادى بيه الاهلي كده، ما كانش فيه وجود. فهو راجل متوسم لنفس الاداء ده وبنفس الروح دي، ان الاهلي يقدر يلعب مع قدام اي حد بنفس الشكل والاستحواذ اللي حصل. وفي نفس الوقت هو كمدرب جديد عايز يحط استراتيجيه ان هو ما يلعبش كتير في الفرقه. يعني يبقى صلاح محسن انه امبارح عايز يديله برده عشان يثبت في فرصه لمحمد شريف عشان يكمل بعد كده. احنا متفقين
اللي بيلعب 40 دقيقة زي اللي بيلعب 60 دقيقة زي اللي يقدر يخلص الماتش في أي وقت. كل اللي موجودين كلهم لعبوا أساسيين قبل كده وكلهم أساسيين. لو أنا اتكلمت على ديانج المرة فاتت عشان يبقى موجود، وكنت أتمنى برضو إن هو في مباراة زي بيراميدز يكون في نص الملعب، وأدام في غيابات حصلت يبقى عبد القادر وحسام حسن وقدامهم قفشة وثلاثة في نص الملعب. دايما أنا بحاول أدام عندي لعيبة وسكواد جامد إن أنا أحتفظ بنص الملعب وأحافظ عليه، بفكر كده. إنما هو نفس الراجل في نفس الشكل بنفس الأداء اللي أدوا بيه اللعيبة ما يخليهوش يقدر يتطلع إلى تغيير في التشكيل أكتر من الإصابات اللي حصلت. صحيح. فهو ده المتاح بالنسبة له. وإن كان عندك على الدكة بره نفس الشكل بنفس المعايير بنفس لو لعيب ما قدرش يكمل الفول تايم أو هو عارف إمكانيات محمد شريف إيه وعارف ديانج إيه وعارف زياد طارق يقدر ياخد منه قد إيه، فعنده البدائل اللي هو تقدر إن شاء الله ما يحتاج لهاش ويخلص المباراة زي مباراة فيوتشر. صحيح. طيب نروح لفاصل، وبعد الفاصل نروح لتقرير المباراة ونرجع لحضراتكم مرة أخرى، انتظروا. مرة تانية هنقول تشكيل فرقتين، محمد الشناوي حارس المرمى، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، علي معلول، خط الوسط الدفاعي عمرو السوليه، حمدي فتحي، رباعي المقدمه احمد عبد القادر، محمد مجدي قفشه، صلاح محسن، وحسام حسن، البدلاء علي لطفي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، اليو ديانج، زياد طارق، محمد شريف، محمود متولي، وليد سليمان، احمد نبيل كوكا. تشكيل بيراميدز، احمد الشناوي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر احمد توفيق، ظهير ايمن، حسين السيد ظهير ايسر، و ثنائي قلب الدفاع أسامة جلال وعلي جبر، قدامهم ثنائي خط وسط دفاعي إبراهيم ماتوري ووليد الكارتي، بس وليد الكارتي بيلعب قدام شوية. المهم، ورباعي المقدمة رمضان صبحي، عبد الله السعيد، فخر الدين بن يوسف، وفخري لاكاي. مرة أخرى، أحمد الشناوي حارس المرمى، رباعي خط الظهر أحمد توفيق، أسامة جلال، علي جبر، حسين السيد، ابراهيم توري ووليد الكارتي قدامهم، ورباعي المقدمه رمضان صبحي، عبد الله السعيد، فخر الدين بن يوسف، وفخري لاكاي. البدلاء شريف اكرامي، محمد حمدي، احمد سامي، عمر جابر، ايريك تراوري، اسلام عيسى، محمد صادق، نبيل دونجا، ودودو الجباس. كابتن علاء، النهارده البيراميدز بيلعب من البدايه بقوه الضربه بتاعته. هو تشكيل غريب جدا يعني، هجومي هجومي يعني كويس على فكره، كويس قوي، برافو عليه. يعني خط النص مش خط، ما عندوش، ما فيش خط نص بالظبط، بس انت لو صنفتهم كلهم هجومين او بيميل ما عدا ابراهيم توري، ابراهيم توري بس هو اللي هو مستني، وبعدين الباقي كله عنده يغلب عليه الجانب الهجومي عادي جدا جدا جدا. مزبوط. يعني السته اللي في المقدمه يعني واحد بس عنده ميول دفاعيه، وليد الكارتي مش قوي، الباقي كله طبعا معروفين بالنزعه الهجوميه عاليه جدا. ممكن عبد الله تلاقيه ناحيه الشمال جنب ابراهيم توري على الشمال، لكن بتكلم على تصنيف اللعيبه نفسها، لا في ضعف دفاعي جامد جدا واضح في نص الملعب. بتمنى النادي الاهلي يستغل نقطه الضعف دي، لان نقطه الضعف دي هتوصلك على النقطه الاضعف اللي هي العمق اللي موجود في 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 بيراميدز دي اضعف كمان منطقه موجوده قلب الاثنين المساكين. يمكن اسامه جلال قوي شويه واصغر، لكن ده ما في ضعف في الحته دي. عشان كده بقول لك النادي الاهلي النهارده عنده فرصه كويسه جدا جدا ان هو يستغل التشكيل الغريب المعمول اللي عامله بيراميدز، ويستغل الثغرات اللي موجوده في خط دفاع بيراميدز نفسه. لان هو المشكله مش خط دفاع هو اول خط، لا، الخط اللي قدامه دايما نص الملعب. صحيح. يعني الفراوده مش عندهمش حته دفاع عاليه، لكن دايما بتكلم على وسط الملعب. وسط الملعب هو الحائط الصد بتاعك، لكن مش عمري ما اتكلم على الاثنين المساكين. فانت واضح ان في فجوه جامده قوي او ضعف جامد قوي في الحته دي. اعتقد لو بتمنى لعيبه النادي الاهلي يستغلوها ومن بدري، انهم تروح على فين نقاط الضعف عند بيراميدز ويخلصوا، لان هم هجوميا اقوياء. لازم تحترمهم هجوميا كويس جدا، تحترمهم كويس قوي، ما تدهمش فرص كتير واستلام ومساحات فاضيه. لكن بس بيفكر ازاي بالاسلوب ده دفاعيا؟ ما انا بقول لك دفاعيا لا، دفاعيا هو ضعيف جدا بالاسلوب ده. هو بيفكر عايز لعيبه امتلاك كوره، هو ده فلسفته واسلوبه اللي ضحك علينا بيها، يعني ضحك على مصر كلها بيها وشغال بيها للاسف، يعني ان هو امتلاك الكوره ويضغط من البدايه على النادي. انا بتمنى يضغط من البدايه على النادي الاهلي بالظبط، لان لو
مع الضغط ده في المساحه اللي المساحه اللي بعد الاربعه المهاجمين دول، المساحه دي تبقى فاضيه وفيها مشاكل كبيره جدا. بتمنى هي تستغل كويس، واكتر واحد استغلها كويس محمد مجدي. محمد مجدي يستغل المنطقه دي كويس جدا، يعني هتلاقي مساحات لحسام كتيره جدا، نفس الكلام عند صلاح، عند احمد عبد القادر، هتلاقي مساحات كتير قوي من القلب. يعني النهارده انا ممكن استغنى شويه عن اللعب على الاطراف كتير، واستغل الحته الدفاعيه اللي في نص نص الملعب عند بيراميدز. ارجو ان يكون ان شاء الله بس اللعيبه والمدير الفني اروها بدري، شويه، ان هم عندهم الحته دي لا ممكن اختراق منها سهل جدا. يعني لما تروح عند حسين السيد او احمد توفيق، واحد ضد واحد دفاعيه تلاقيهم برده مش مشكله، يعني هتلاقيها برده فيها صعوبه. انما في القلب لا، عندك فرصه كبيره قوي النهارده، اتمنى ان شاء الله استغلها باذن الله. ربنا كابتن اسامه، يمكن احنا اتعاملنا مع مديرين فنيين اجانب كتير، وانت كان ليك الشرف انك اشتغلت مع مدربين اجانب على مستوى عالي في النادي الاهلي. المدير الفني الاجنبي زي ما قال الكابتن شريف والكابتن علاء، ما بيحبش يلعب كتير في الفريق، ده حقيقه. فلما الامور ماشيه وبيكسب ما بيحبش يلعب كتير في الفريق، ولكن امتى ممكن يغير قناعاته؟ سواء خلي بالك، سواء مدير فني اجنبي او مصري، لما بيوصل لشكل بيكسب بيه بشكل كويس ما يحبش يغير كتير في الفرقه، واكتر بالاخص في الاجانب. ليه؟ لان احنا ممكن كتربيتنا كمصريين وعارفين الفرقه كويس قوي، تقول مثلا فلان الفلاني ده ما انا عارفه، حتى لو مثال اللي فات ده لعيب كويس لما اديله فرصه مش عارف ايه. لكن الاجنبي غالبا لما بياخد شكل واستقر وبيكسب، الانطباع ده بيدوم على طول، بيقول لك اغيرهم ليه، بخليني بيهم. فعشان كده يعني واحنا جايين الاستوديو كلنا عارفين انه ما فيش ولا تغيير هيحصل. الاثنين ما هو الاثنين اللي اتصابوا كان نزل مكانهم محمد هاني، نزل مكانه كريم فؤاد، واحمد عبد القادر نزل مكان طاير لما اتصاب. يعني يعتبر هو ده التشكيل اللي ابتدى اللي كسب فهو كده، هو كسب اربعه وأداء حلو من فترة، مش هيخاطر إن يقول لك أغير مكان حد أو أجرب دلوقتي. الكلام ده مع وقت، يعني مع وقت ممكن هيدي فرصة مثلا مرة واثنين وثلاثة لفلان الفلاني، لقى مش موفق هيبتدي يغير بقى قناعاته في بعض اللعيبة. في ناس ابتدت هو شافها في التدريب بشكل كويس، عارف طبعا من الإحصائيات اللي عنده ان فلان الفلاني ده اساسي، مثلا محمد شريف ده اساسي في الفرقه وهداف الفرقه مثلا يعني. ده ديانج ده كان بيلعب على طول وشاف له ماتشات قديمه، وفي حد من الاثنين اللي بيلعبوا اثر في ماتش او اكتر فممكن يجيبه. فاذا القناعات ممكن تتغير بس مع الوقت او سوء النتائج. يا مع الوقت او لا قدر الله اصابه. طبعا اصابه، ما اصابه ده طبيعي. او لا قدر الله مع سوء نتائج، اتهزمت بطريقه معينه او تعادلت او كذا مره واثنين، ممكن يبتدي يفكر يغير في 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 شخص، في لاعب، في اثنين كده يعني. فده طبيعي زي ما قلت لك لمصري اجنبي، بس مع يمكن مع الاجانب اكتر، انه طالما بيكسب بفرقه بيلعب بيها. فرقه النادي الاهلي لو لعبت بنفس الروح ده ونفس الاصرار، وانا اعتقد انه هيبدا كده، هيبدا ضغط عالي زي ما عمل في فيوتشر، خاصه ان بيراميدز معروف عن مستر تاكيس من ساعه ما كان في الجونه، هذا هو الاسلوب وما بيغيروش. يعني في مدربين ممكن جدا لما النتائج تتلخبط معاك شويه او انت لسه مش متمكن بتغير انت مع وادي دجله كان بيحصل كوارث في الخط الخلفي، من ان كتير جدا الكره تقطع من الجون، تقطع من السردبات جوه الستة يارده جوه ال 18، تيجي جون فيه ويصر عليها طول السنه وممكن يخسر بيها وبيصر عليها طول السنه. ده فكره كذا. ما انا بقول لك هو الفكره اللي هو بالظبط. ما انا بقول لك، بس ده مش معنى ان ده صح. انك انت في فتره معينه ممكن استغنى عن حاجه بتخسرني والعب بشكل اخر. النهارده مع بيراميدز، واحنا شفنا في الماتش اللي فات برضو للاهلي كسبه نفس الاسلوب، واكتر من كوره النادي الاهلي بيضغط في الخط الامامي، بيخطئوا من التمرير في مساحات ضيقه جدا حتى داخل ال 18، فمش مش هيغيرها. مستر تاكس ما بيغير، ما يعني من اللي احنا شفناه معاه سنتين ثلاثه في الدجله، وشفناه مع تجربه بيراميدز ومع بيراميدز الفتره الاولى اللي هو بعد كده رجع ما بيغيرش.
فانا اعتقد لو النادي الاهلي استمر بنفس الحماس والاصرار اللي ابتدى بيه ماتش فيوتشر في الخط الخلفي على فرقه دجله، على علي جبري واسامه جلال واحمد توفيق وحسين السيد واحمد الشناوي، هتحصل اخطاء، بس المهم ان احنا نستغلها، لانه انت ماتش فيوتشر من الحاجات الحلوه اللي حصلت لك قوي انك انت لما ضغطت في البدايه وبتاع استغليت الفرص اللي جات لك وجبت 3 اجوان الشوط الاولاني ريحتك. فدي مهمه جدا النهارده. طبعا هم عندهم خطوره في هم بيلعب بابراهيم توري، هو يعتبر الوسط الارتكاز ويمينه بيبقى الكارتي. هنتكلم عليهم ماشي، هنتكلم عن النادي الاهلي الاول ماشي. ف يعني هم عندهم طبعا خطوره في الثلث الاخير يعني. طيب كابتن بلال، يمكن الكابتن اسامه اتكلم في نقطه مهمه جدا. احنا دايما متعودين المدير الاجنبي او المدير الفني الاجنبي بيبقى ليه بعض القناعات، ولما بيجي على فريق عنده دايما الانطباع الاول بيدوم شويه. فطالما الفرقه بتكسب باللي هو اختاره يبقى الفرقه دي هتلعب على طول. ده احيانا بيبقى فيه ظلم لبعض اللاعبين. بص يا كابتن، كرة القدم ظالمة دايما وابدا، ده مؤكد. في لعيب ممكن ما ياخدش حقه في نادي فياخد حقه في نادي تاني. انت قناعاتك في حدود 11 لعيب فقط لا غير. كويس، انت عندك 30 لعيب كويس. اللي بيلعب 11 ماشي. اللي بتغير 5 أيوة. يعني 16 لعيب تقريبا مظبوط. من كام لعيب؟ من 30 لعيب ماشي. 35 لعيب ممكن ماشي. انت في عندك 20 لعيب تانيين ممكن يبقوا تحت طائلة الظلم. مش كلهم، مش خد بالك، مش الظلم الغير يعني قصدي هو وجهات النظر وجهة يعني نظر مش عايز اقول ان هو مظلوم يعني حقيقي مظلوم لكن هي كرة القدم اللي هي 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 اللي ظلمة. تمام، كرة القدم هي اللي بتظلم. ليه؟ لانك انت مطالب في الاخر انك تلعب 11 لعيب. يعني النهارده لما نيجي نقول ايه السوليو حمدي فتحي وفي واحد اسمه ديانج قاعد بره، طب انت عندك الثلاثي يعني من افضل ثلاثه ان لم يكونوا افضل ثلاثه فعلا في مصر على الاطلاق. تمام، في قناعات مدير فني يقول لك لا انا عايز اثنين زي الراجل بتاعنا ده، يقول لك اثنين كورتهم عاليه قوي لانه انا بحب العب كوره والعب بشكل هجومي فمش عايز العب بثلاثه ميدفيلدرز. طب استغنى عن مين؟ ممكن استغنى عن واحد مجهوده كبير في سبيل ان انا ادور على واحد كورته احلى. فيبتدي يدور على مين؟ يدور على عمرو السوليه ودور على حمدي فتحي ويبتدي يطور من الاداء الهجومي بتاعهم. زي ما شفنا حمدي فتحي الماتش اللي فات عنده تطور رائع في الهجوم وعنده زياده في الحته الهجوميه. في مدير فني بيشتغل بالحته دي فيتظلم هنا مين؟ واحد زي اليو ديانج. تمام مش المدرب اللي ظلمه لكن طرق اللعب هي اللي بتظلم اللعيب. انا كمدير فني خلاص ما انا 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 انا, أنا طريقه لعبي 4-2-3-1 على عكس موسيمان 4-3-3 او 4-3-2-1 طريقه اللعبه مختلفه شويه صح. فبالتالي انت بتجور هنا على لعيب انت غصب عنك. انت لو جيت تسال سواريش عايز تلعب لينج اه لو عندي امكانيه العب هلعب لو عندي امكانيه لكن هل هو عنده امكانيه في الفكر بتاعه في طريقه اللعب اللي بيشتغل بيه؟ لا، يقول لك الاقرب لتنفيذ المهام بتاعتي داخل الملعب هم مثلا ممكن يكون فتحي والسولاي الى ان يحدث جديد يعني الى ان تتغير الامور ممكن بس لازم البديل يكون جاهز لازم طبعا يكون جاهز انت خد بالك البديل دي جاهزيه البديل هي مسؤوليه مشتركه ما بين المدير الفني وما بين اللعيب نفسه. انا احنا مشكلتنا احنا كمدرب انا اسف يا كابتن علاء وكابتن اسامه انتوا اشتغلتوا مدربين بس مشكله المدرب المصري انه دايما مهمل اللعيب الاحتياطي بيهمله بشكل كبير جدا 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 وتعاملنا مع لعيبه مع مدربين مصريين عشان ما حدش يقول لي لا قبلها مش لا اتعاملنا مع مدربين مصريين كتير وكلهم كده اللعيب الاساسي في حته واللي كلهم مش كلهم كده 90% يا كابتن اللعيب الاساسي في حته واللعيب الاحتياطي في حته تانية خالص فتيجي تحتاج لك بس مش ما جهزش نفسه وانا هجهز نفسي لوحدي وانا ما بعرفش في الحاره برضو يعني انا محتاج مدير فني ياخد باله مني يمرني. انت النهارده عندك لما تيجي تلعب 3 ايام كل 3 ايام ماتش هتجهز البديل ازاي؟ انت اصلا ما بتبصلوش اساسا ما بتبصلوش الا اذا وقع اللي عندك الاساسي تمام لما يقع على سيد تفكر في الثاني لا انت لازم يكون الثاني ده جاهز على طول ينزل يلعب في قطاع الناشئين تحت الماتشات الرسميه اللي تحت يبقى في ماتشات وديه للعيبه اللي موجوده بره يبقى انت عينك دايما على حاطط بروجرام للعيبه الاحتياطي دايما عشان تعلى بالمستوى البدني بتاعهم دي حاجات كتيره تاخد بالك بالاضافه طبعا للشغل الفردي. فالنهارده في لعيبه بتتظلم في لعيبه بتتظلم خاصه يعني الكابتن اسامه ممكن يكون مقتنع بألي دانج ومش مقتنع بحمدي فتحي ممكن قناعات هو شايف ان ده هيحقق له الهدف اللي هو عايزه الشكل اللي عايز يلعب بيه
من النواحي الدفاعيه. في مدير فني يميل للحته الدفاعيه فيقول لك لا حط ديانج والعب قدامه السوليه وقدامهم شويه العب بثلاثه كده زي المثلث وحط السوليه 8 وحط قفشه قدام مزبوط. يبقى انا كده عملت ايه حققت التارجت بتاعي. فانا عايز واحد زي اليو ديانج بس يلمل يعمل التغطيه الكفر تمام يغطي. واحد تاني زي سواريز يقول لك لا انا عايز بقى ايه حمدي فتحي يطلع يلعب لقدام السوليه يطلع يلعب لقدام عايزهم في الحته الهجوميه. النادي الاهلي بطبيعته نادي مهاجم بيهاجم فانا عايز اطور من الحته الهجوميه مش من الحته الدفاعيه وعايز اكبر عدد من اللعيبه يبقى في عندي زياده عاديه دايما في الحته الهجوميه. دي طريقه لعب وفكر مدير فني تمام وهو بيشوف وبيقيس عليها اللعيبه اللي موجوده في الملعب. هل سواريز وصل للي هو عايزه؟ اعتقد اعتقد من وجهه نظري لسه في هيلاعب صلاح محسن شويه يلعب طاهر شويه يلعب كريم شويه فؤاد يلعب النهارده بصلاح يلعب النهارده ب قاعد شريف النهارده ويلعب حسام حسن مرتين ورا بعض عايز يشوف طب انا النهارده محتاج طريقه اللعب بتاعت حسام ولا محتاج طريقه اللعب بتاعت محمد شريف. محمد شريف لعيب بيشتغل هل ممكن يعدل في توظيف بعض مراكز اللعيبه؟ ممكن مدربين كتير يعني جدا عملوا كده مدربين يعني كتير جدا يعني عملوا مثلا كده. هو اكيد عنده خلفيه ان شريف كان ممكن بيلعب قبل كده ناحيه الخط ماشي صح بيلعب وينج ولكن هو عنده قناعات بلعيب معين مثلا نفترض ان حسام حسن يلعب راس حرب ممكن يعدل في توظيف محمد شريف في النادي الاهلي. شوف يا كابتن ايمن بص الطريقه اللي بيلعب بيها سواريز انك بتعتمد على الزيادات اللي جايه من ورا مظبوط انت في الحاله دي بتبقى محتاج راس حربه محطه اكتر منه راس حربه متحرك ماشي ليه؟ لان انت عندك زيادات كتير تمام محتاج واحد تسند عليه وتشتغل عليه صح. زي ما كان زي ما عمل حسام حسن 3 4 كوره الماتش اللي فات هاي. هل ده يقلل من امكانيات محمد شريف وخطورته؟ العكس محمد شريف يعني من اخطر الناس الموجوده في ال 18 عشان كده بقول لك بيقدر يسجل اهداف بيتحرك ازاي لكن هي طرق لعب انا بشتغل ازاي النهارده هو الراجل واضح انه بيعتمد بشكل كبير برده على الكورسات الكرات العرضيه أي. فدي ممكن تكون ميزه عند حسام مش موجوده عند شريف في بعض الاوقات ممكن يلعب الاثنين يلعب بحسام حسن كم حطه وشريف هو اللي يقوم بدور اللي كنا بنتكلم عليه على بيرسيتاو اللي هو السكند سترايكر اللعيب اللي بيتحرك من تحت يبقى بيفضي نفسه مساحات بيتحرك في المناطق الفاضيه بياخد الكرات الطوليه لعيب عنده سرعه مزعج في بعض الاوقات ممكن يشتغل في الحته دي او ممكن شريف يبقى هو الوينجر مكان أيوة. ما لسه بقول يلعب هو وينج مكان مثلا صلاح محسن ما هو النهارده اول حاجه بيدور فيها المدير الفني او بيدور عليها عشان يعني تبقى مهمه جدا بالنسبه له هو الخط الدفاع ده رقم واحد انا بشتغل على خط عشان اثبت اصل التغيير وارد في الحته الهجوميه لكن تغيير كل في كل ماتش في الحته الدفاعيه ده مش وارد عند كل المدربين على فكره دي حاجه يعني فيها ثبات انت النهارده بتحاول بقدر الامكان انك تثبت الاربعه اللي ورا لان الغلطه بكارثه يعني النهارده بتلعب اتنين مع بعض هم مفيش الكيمستري مش موجوده اللي ما بينهم هتبقى مصيبه فانت النهارده بتدور في الاول تثبت في الحته الدفاعيه بعد كده بتتجه للحته اللي في النص والحته اللي قدام اخر حاجه فانا ممكن النهارده صلاح محسن يلعب وينج لا شريف يلعب وينج النهارده حسام حسن هو راس الحربه رقم 9 لا شريف راس الحربه رقم 9 فتبتدي توصل في الاخر انك اللي هيطبق الفكر بتاعي شريف ناحيه اليمين او ناحيه الشمال حسام حسن في القلب ويجي يلعب الناحيه الثانيه عبد القادر ومن تحتيهم محمد مجدي قفشه هو ده ممكن يعني في كمثال يوصل للحته دي في الحته الهجوميه فهو بيثبت السته اللي ورا وبالتالي يبتدي يشتغل في الحته اللي قدام لحد ما يثبت لا انا محتاج انا محتاج محطه فالعب بحسام حسن محتاج لا واحد يجري في الهجمات المرتده السريعه او الشغل اللي فيه سرعات لا محتاج محمد شريف صحيح. يعني دي افكار مدربين يا كابتن سعيد تاخد وقت طبعا اكيد مليار بس احنا عايزين ايه بتاخد وقت قصير شويه عشان ان شاء الله باذن الله ما عندناش وقت كتير نضيعه ان شاء الله باذن الله نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار انتظرونا مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن شريف المباراه الثانيه على التوالي هنقول ان مستر سواريز بيلعب بنفس الطريقه 4-2-3-1 مظبوط تشكيل ما فيهوش مفاجات بالنسبه لا لا اللي تكسبه لعبه السمه في اي مدرب اي سكواد عنده بيكسبه صعب قوي ان هو يغير فيه عن قناعه وبعدين عايز اقول لك على حاجه في مدرب بيجي اول السنه ويعمل خطه اعداد للفرقه ويقدر يحدد بالمباريات الحبيه
الشكل التقييمي بتاع اللعيبه كلها، ده لعب قد ايه قبل كده السنه اللي فاتت وما اعرفش، وبيخش بيشوف عينه هو ممكن يغير الطريقه ممكن يلعب. انما اللي بيجي في نص الموسم ده ايوه حقيقه ومش جاي على دوري مثلا زي موسيماني خده، يعني فالر اداله دوري متاخد وجه مع تلاحم في افريقيا عنده سيمي فاينل وفاينل وتوفق توفق بشكل كبير جدا وكسب خلاص حط رجله وعاه دوري اصلا معمول وافريقيا. انما انت بتيجي دلوقتي على مدرب في مستشفى النادي الاهلي موجوده كمان وكل يوم بقى منه اتنين، فما تكلمنيش على قصدك ان المدرب مظلوم في الفتره دي؟ لا ما تكلمنيش على مدرب ولا تكلمني على طريقه لعب ولا تكلمني على اسلوب لعب. طول ما انت ماشي مباراه بمباراه كؤوس كده هو الشكل عنده ايه، ما يعني نتكلم على ديانج او تحت ايده يبقى يمد ايده يجيبه مفيش مشكله. لو حصل اي مشكله شايفين ما حدش قادر يتحرك او من كل ماتش لماتش بتبقى الحاله البدنيه متغيره يعني، واحنا عارفين يجوا. لما بتاخدوا اجازه اسبوع والكلام ده ترجع الفرقه فريش حاجه تانية خالص بتادي كويس الطبيعي بتاعها كويس. بس هو الفرقه عملت ماتش كويس الماتش اللي فات كويس، فالمفروض يبقى في استمراريه ولا ممكن الاداء برضو يعني ممكن نلاقي تباين في الاداء النهارده؟ دايما ما هو في استمراريه اهو. انا كشريف عبد المنعم هتقول لي عايز تلعب بمين؟ هروح محمد شريف مكان صلاح محسن. لا انا بتكلم على الاستمراريه في الاداء الحلو. الاداء كويس ده عندك اربع ايام ماشي، ما هو ده بقى خلاص ده جرس بيدق للعيبه نفسها. يعني ما كانش هتلعب بالروح اللي انت لعبت بيها الماتشات اللي فاتت، والاهتمام بالفينشنج للفرص وتجيب فرص وتجيب اهداف من اقل فرصه. يعني حسام حسن المره فاتت كلكم اديتوا له من احسن اللعيبه لانه طار وعمل كره صنع اكتر من فرصه سبب اكتر من هدف عشان افشه يجيب الجول الثالث. فما كانش هتلعب بالروح دي وتدي كل اللي عندك، انت مش موجود بعد كده ومش هتبقى زي ما انا شرحت لك دلوقتي مشكله مدرب، لا هي هتبقى مشكلتك انت، مشكلتك انت انك انت تدي كل اللي عندك. صلاح محسن النهارده مستنيين منه رجليه بتيجي في الملعب اهو بيلعب 90 دقيقه رجله خدت الثقه بتزيد، الكره اللي عندك لازم تطلع بنفس السبعه اللي عندك بنفس الشكل زي ما وريتني قبل كده في ماتشات الزمالك بتجيب اهداف وبتجيب وعندك ثقه وبتعرف تراوغ ابقى تقيل على كورتي. انت ليه اتكلمت عن صلاح محسن؟ وحيد انا في الشكل ده ايوه من المباراه اللي فاتت ايوه اللي مش دخل في نفس شكل المباراه. انا بقول لك بصراحه وعايزه يبقى كويس، ما انا عندي محمد شريف ده رقم مش قليل ايوه، ما انت عارف دماغ انا ايوه حسام حسن ومحمد شريف وتحتيهم مجدي قفشه وديانج ايوه وحمدي فتحي وسوليه بتلغي لي اي حاله ارهاق. انت فهمت قصدي؟ أيوة. بتلغي لي بقى لو انا فرقه السؤال بتاعك استنى عليا السؤال بتاعه اصلا عليا بيقول لي ايه؟ مش هيحصل. بص السؤال بتاعه بيسالني ايه اللي يعني كل اربع ماتشات كل اربع ايام ولا كل اسبوع ولا ما انت غصب عنك اللعيبه هتبقى مرهقه. ما انا عايز اطلع منك غصب عنك ما انت غصب عنك اللعيبه هتبقى متعوره. انت في اخر اول خمس دقائق الماتش اللي فات وبعدها مش عارف بنص ساعه من محمد هاني وكنا قايلين على محمد هاني انه من احسن الناس اللي بتنطلق. ما هو ده جهد على لعيبه خلاص واضح انها تعبانه يعني عايزه تتهوى وعايزه استشفى جامد جدا عايزه وقت. ايوه عشان كده انا جنبت لك المدرب والمسؤوليه بقت مسؤوليه لعيبه. قلنا ديانج تاني اللي انا بقول عايزه يبتدي اهو تحتي امد ايدي في ثانيه اجيبه جوه الملعب مفيش مشكله. انما انا مش عايزه ليه؟ العب بنفس الروح العب بنفس الشكل استغل جميع الفرص اللي جات لك تعمل هيفي سكور تبقى بتلعب في الملعب زي ما انت عايز. بديانج بقى بصلاح محسن بالدنيا كلها الثقه لما بتتحط في لعيبه الكوره في لعيبه الاهلي اديك شفت الوان تاتش الماتش اللي فات تك 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 جول فهمتني؟ ومن احلى الاجوال اللي ما جاتش الكوره اللي راحت من بتاعت سوليه بتاعت عمرو السولاي وبعدها اتعوضت وسولاي عملها وراح بتاع عبد القادر عبد القادر شفت الثقه وشفت الاداء وشفت الرؤيه ادام انا حاطط رجلي على الارض وحاسس بنفسي وبلعب الكره بتاعتي هو ده اللي انا عايزه. مفيش يعني سرعه في التفكير والبتاع اللي هو ضد نفسي، لا انا واقف شايف اللعيب بتاعي. واهم حاجه في الحكايه كلها التحركات اللي كانت للعيبه، اللعيبه بتموت نفسها عشان تجيب الكره الثانيه. ايوه اللي يجيب الكره الثانيه دي هو صاحب الملعب. يعني ايه؟ يعني خطوطك قريبه كلها يعني ما فيش بعيده، مش الكره تتقطع 3 4 يارده لا بلاقي احمر ثاني هو اللي بيخش وبيعمل. المره فاتت 3 4 لعيبه بيخشوا على لعيب واحد من فيوتشر
صح، عاملين له كوردون كده بياخدوا منه كرة واللعيب الثالث بيجري عشان عارف ان هتروح له. والتعامل والثقه في الاداء، ما تسميليش بقى حسام حسن ولا شريف ولا محمد شريف، ما تسميليش صلاح ولا محمد شريف، كلهم هتلاقيهم زي بعض بنفس الاداء وبنفس الشكل وبنفس الروح اللي هي الاساسيه في الحكايه كلها. النهارده انت مطلوب منك 3 نقاط، بهذا المفهوم اللعيبه اقدر اشوفها في الملعب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن علاء، المباراه اللي فاتت النادي الاهلي قدم اداء جيد والنتيجه زي ما قلنا كانت مقبوله جدا، 4-0 نتيجه كبيره مع فريق المفروض ان هو يعني عنده مجموعه من لعيبه كويسه قوي. لو حصل النهارده ان شاء الله ما يحصلش ان الاداء اختلف بعض الشيء، الاداء اختلف بعض الشيء معنى كده ان مازال في وقت مستر سواش عشان يصلح اخطاء، ولا الماتش اللي فات يعني صلح اخطاء كتير جدا جوه الملعب؟ هو في كل الاحوال لسه لازم ليه وقت في كل الاحوال. انت سالتنا قبل كده الاسبوع، لا ما هو الناس الماتش اللي فات، ما شاء الله الماتش اللي فات أيوة. اداء ونتيجه وروح عاليه وكل حاجه. انا قلت لك دايما المدرب الجديد او المدير الفني الجديد خصوصا ما يكون اجنبي وانت مغمض كده حاطط ايدك على عينك الروح بتزيد طبيعي، كله عايز يبقى موجود حتى لو تعبان. وشرحنا كذا لقطه الاستوديو اللي فات، كله عايز يبقى موجود حتى لو تعبان، لا انا عايز اثبت ان انا كويس وكويس. والى جانب ان في حاجه كمان يا ايمن، التاثر اللي حصل للعيبه من الكلام اللي بيسمعوه عن الاداء الفتره اللي فاتت غصب عنهم اتاثروا، طبيعي جدا طبيعي، السوشيال ميديا واصحابهم وهنا 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 الناس بتتكلم ان الاداء مش حلو، فبدا يحصل عارف ايه استنفار كده للعيبه، استنفار مع مدير فني جديد. بص يعني بس كابتن ده اللي هنتكلم يعني فيه الكلام دي اللي بص ده تخيل دي كانت بدايه، دي البدايه، فانت بدايتك قد قويه جدا جدا واللي هو انا عايز انهي المباراه بسرعه. ده اللي هيلعب بيه النهارده، ده اللي هنا. بص يا امان انا ده بقول كلمه على لعيب النادي الاهلي، النادي الاهلي ما غيرش طريقته، النادي الاهلي اي مباراه بيلعبها لازم يروح ضاغط من الاول يدور على هدف وبسرعه، بس مش ضغط عشوائي، ضغط منظم دايما. الكره الثانيه بتاعتك اللي كانت ما بتعمل في المباراه دي اللي احنا شايفينها بامتياز، اللي خلاك كنت كويس الماتش اللي فات يا ايمن، الكره الثانيه لو عملت احصائيه كلها كانت بتاعتك. لان اولا السوليه وفتحي كانوا ضامين كويس قوي ورا الفراوده، خط دفاعك ما كانش بعيد قوي، العمق مش موجود، انت كنت كتله واحده بتتحرك، وده فرق معاك قوي. مع اللي انا بقى خايف منه النهارده ايه بقى؟ ان اداء فيوتشر ما يخلكش تتغر ان انت عملت كل حاجه الماتش اللي فات، ان اداء فيوتشر كان سيء. تتغر كلاعب ولا كلاعب وكشكل فريق؟ ما هي بص يا ايمن النتيجه عاليه والاداء حلو قوي صح كويس، في الطبيعي اللي احنا قلنا ايه، تروح قافل الصفحه وحلو قوي راح حلو الحمد لله وافكر في النهارده، تفكير النهارده مباراه ثانيه، فريق ثاني، تفكير ثاني، لازم يتغير عن الشكل اللي انا شايفه ده، مش كل الفرقه تلعبك بالشكل ده. فيوتشر انا شفت المباراه دي من أسوأ المباريات اللي عملتها، لكن انت كمان خليتهم شكلهم وحش قوي لان انت ضاغط ضغط عالي عليهم، مش عارفين يتنفسوا، مش عارفين يعملوا حتى لمسه واثنين وثلاثه، انت على طول مسيطر على بص النزعه الهجوميه عندك عامله ازاي، بص الضغط الهجومي عامل ازاي، انت مش سايب مساحه. عشان كده انت كنت متفوق في بص كل الكوره ليك، انت كنت متفوق في المباراه دي قوي. عشان كده بقول لك ايمن مش عايز المباراه دي تخلينا ان احنا وصلنا اللي احنا عايزينه، لا ودي مهمة مدير فني. مدير فني النهارده روح لازم ضاغط كويس قوي على اللعيبه، ان احنا ما عملناش حاجه. لازم المباراه دي اللي بتفرج عليها تتلغي تماما من الذاكره، وابدا النهارده بلعب اول حاجه بدور على 3 نقاط جامدين وبسرعه. يعني كان في كلام كتير جدا 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 قبل الماتش ده. اكيد. بره الملعب. بره الملعب، اكيد. 100%. ولازم كلام كتير يا ايمن ان المدير الفني مش مصري. لو مصري هقول لك هو عارف طبيعه اللعيب المصري ان هو ممكن يريح شويه، لكن مع مدير فني اجنبي لا، ممنوع الراحه، وهو اللي عامله على فكره ده. يعني هو بدايته النهارده بنفس التشكيله كان يعني متوقع يا كابتن، متوقع 100%. لكن هيخلي فيه الناس اللي قاعده بره اللي هي لا انا لازم استنفار، لازم استنفار، ولازم العب ولازم استنى الفرصه اللي احنا بنتكلم عليها، لان هو واضح ان هو خد فكره ان المباراه اللي فاتت المباراه اتعملت كويس قوي. لكن اللي انا بقول لك انا خايف منه، وانا عن نفسي مش قلق من 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 المدير الفني او الطريقه، ولا قلق ان انت تكون
وصلت لاعلى مستوى المباراه اللي فاتت تروح ساكت على كده، لا ما ينفعش، غلط. لان انت الفتره اللي فاتت نتكلم كوره مستواك ما كانش كويس، عشان كده الناس كلها كانت بتتكلم عليك، انت نفسك يعني خلاص اتضايقت من كتر الكلام، المستوى المستوى صح. المستوى فجات ان الصدفه كلها المباراه السابقه روحك بس اتغيرت بقت للاعلى. ودي فرقت معاك على فكره في كل اللي انا بتكلم فيه ده، روحك بقت مش طبيعيه. طول ما انت روحك عاليه انا بقلقش، ببقى قاعد كده مستني هجيب جول في اي وقت، لانك روحك مغطيه على كل حاجه، روحك وشكلك وشكل لعيبتك والمهارات اللي عندك بتفرق بقى. لكن تبدا هادي ضيع شوط وبعدين هدف وبعدين على اعصابنا، لا لا الموضوع ده يتقفل تماما. لكن مباراه فيوتشر لازم تتنسي تماما، تتنسي وخلصت. ثلاث نقاط اروح بادئ النهارده بدايه اكبر من بدايه فيوتشر، اقوى اقوى، انا كلامي واضح، اقوى للاعيبه نفسها كمان. لازم تبقى النهارده بادي يعني ما فيش مش تدي دقيقه للبيراميدز، لازم ضغط كويس قوي ودور الهدف الاول، الهدف الاول يجي الهدف الثاني. اللي حصل في المباراه السابقه الحاجه الحلوه كان عليها كلنا بلا مش موجود، ان انت اهداف سريعه فخلاص المباراه بدري، فكل حاجه انت بتعملها بتعملها باريحيه تماما، ما عندكش مش مضغوط. لعيب الكوره بيبدع خصوصا لما يكون في انديه كبيره ولاعيب كويس، لما يكون ما عندوش ضغط. طول ما انت مضغوط ضغط النتيجه بيضيع منك تركيزك، خصوصا انا دايما بدور على مكسب، عارف لو ما بدورش على مكسب ولا تفرق معايا ضغط النتيجه دي خالص، لكن انا بدور على مكسب. وجود حسام حسن كراس حربه يبقى معناها زياده الضغط من الاطراف. اكيد وجود حسام حسن كتسعه اللي هو مقتنع بيها مستر سواريش هيخليك تعمل ضغط متقدم جدا. هو عايز تسعه تسعه مش محمد شريف. محمد شريف بيلعبها طبعا، وعلى فكره محمد شريف هايل وهداف الفريق وكل حاجه وممتاز محمد شريف، لكن بيميل في اوقات يطلع على الاطراف، وعلى فكره وفي معظم الاوقات بتبقى ميزه عند محمد شريف. حسام ما يعملش دي، حسام بيلعب تسعه اللي هي الاعتياديه. لكن محمد في الحتتين بيتحرك كويس قوي في الاثنين، عشان كده محمد شريف مفيد للمدير الفني كمان. يعني هو لما يحب يدور لو عايز غير راس حربه الاقي محمد شريف، عايز غير حد من الاطراف محمد شريف بسرعته بمهاراته بحسيته التهديفيه، فهي مش مشكله. يعني انا ومحمد شريف ابقى قاعد دلوقتي مستني انا هنزل امتى، اكنه بالظبط ايه زي اللي كان بيتكلم عليه بلال. انا بدور على فرصه، هو ده اللي لازم يوصل او يوصل للعيبه كلها. يعني معظم اللعيبه مش ديانج، ديانج حاله مختلف على فكره. ديانج نوعيه وتفكير مختلف. ديانج بينزل عارف بيعمل ايه، عارف هو عايز ايه، عايز يبقى موجود كويس. وكلنا سالتنا هنا في الاستوديو اكيد ديانج ده اختيار موجود طبعا على طول، موجود مختار اول كمان، لكن في الاخر المدير الفني هو اللي بيحط التشكيل. واللي دايما بقول عليك حاجه كويسه، احلى حاجه يبقى عندك ثلاث لعيبه في نص الملعب كده اقوياء جدا، وحضرتك تلاقي زي ما تحب. صحيح. طيب كابتن اسامه كنت عايز تتكلم على بيراميدز. بيراميدز اقرب في طريقه اللعب ل 4-1-4-1 تقريبا. هو في معظم الاحيان بيلعب بدونجا ووليد الكارتي او ابراهيم توري وليد الكارتي كارتكاز، بس وليد الكارتي تملي مايل ناحيه اليمين، فهو اقرب انه بيثبت دونجا بس او ابراهيم توري النهارده قدام الرباعي، وبيبقى وليد الكارتي يمينه وعبد الله السعيد بياخد الجنب الشمال. يعني بيلعبوا برقم 6 ويعتبر 2-8 فيهم واحد صانع العاب اللي هو عبد الله السعيد اللي هو ما بين 8 و10 يعني. ابراهيم توري قدام علي جبر واسامه جلال، الكارتي يمينه عبد الله السعيد شماله، وثلاثي المقدمه هتلاقي فخر الدين بن يوسف ناحيه اليمين، رمضان صبحي ناحيه الشمال، وفخر لاكاي هو اللي راس الحرب راس حرب. طب نستاذنك كابتن اسامه بعد اذنك نروح لزميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب بيقول لنا بقى اخر التحضيرات قبل انطلاق المباراه مباشره. اتفضل يا فاروق. من جديد بجدد التحيه بيك يا كابتن ايمن، كل الشكر للكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اعتقد يا كابتن ايمن الصوره بتغني عن اي كلام، جمهور النادي الاهلي في الموعد النهارده قبل انطلاق مباراه الاهلي وفريق بيراميدز في الجوله ال 25. من النقاط المهمه جدا اللي عايز من خلالك ابرزها واقول على دور جمهور النادي الاهلي، ان جمهور النادي الاهلي النهارده وجه التحيه لحارس نادي الاتحاد السكندري
احمد يحيى. جماهير النادي الاهلي بدات يعني تنادي على احمد يحيى حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري في لفت الدعم. دايما بنقول ان جمهور النادي الاهلي في الموعد لفته طيبه كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي انه يشيد باحمد يحيى حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري. طبعا ومسانده من جماهير النادي الاهلي لاحمد يحيى حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري. خليني اقول لك بقى من هنا من داخل الاستاد الدفاع الجوي اجواء جماهيريه اكثر من رائعه من جمهور النادي الاهلي. عايز اتوجه بالشكر والتحيه لمسؤول استاد الدفاع الجوي، سهوله في التنظيم، سهوله في دخول الجماهير، مشهد بيغني عن اي كلام. لعيبه النادي الاهلي بتؤدي العمليات الحمائيه، الروح الطيبه اللي احنا شايفينها اعتقد عناوين كثيره جدا من لاعب النادي الاهلي. مستر ريكاردو سواريش لدى وصوله الى ملعب المباراه تفقد ارض الملعب، اثنى على ارض الملعب. ايضا طاقم التحكيم بقياده كارلوس اديسيرو اثنى واشاد بارض الملعب ووجود الجمهور للنادي الاهلي اللي اعتقد النهارده جمهور النادي الاهلي موجود دايما في الميعاد، موجود بيقدم رسائل كثيره جدا يا كابتن ايمن. الدوري الاهلي ده نداء وشعار جمهور النادي الاهلي للاعبي النادي الاهلي، وعشان احنا النادي الاهلي يا كابتن ايمن بنعتز بارقامنا وبنعتز بنجومنا وبنعتز برموزنا. طبعا يعني في مباراه فيوتشر الاخيره كان احمد عبد القادر احرز الهدف رقم 3000 في تاريخ النادي الاهلي في الدوري. انا عايز اقول لحضرتك يعني حضرتك كابتننا والكابتن شريف الكابتن علاء الكابتن اسامه والكابتن بلال اعتزازنا كجمهور النادي الاهلي واعتزاز جمهور النادي الاهلي بنجوم النادي الاهلي في اطلاله هنفكر بعض جمهورنا بالارقام والنجوم اللي سطرت تاريخ للنادي الاهلي. الهدف رقم 900 في تاريخ النادي الاهلي يا كابتن ايمن احرزه الكابتن شريف عبد المنعم، كان يوم 29 ابريل 1977 في شباك نادي الطيران المباراه اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. الهدف رقم 1200 في تاريخ النادي الاهلي احرزه الكابتن علاء ميهوب في شباك فريق غزل دمياط يوم 6 نوفمبر عام 1984 في المباراه اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. الهدف رقم 1300 في تاريخ النادي الاهلي كان احرزه الكابتن ايمن شوقي يوم 17 ابريل في شباك نادي الترسانه عام 1988 في شباك فريق الترسانه وانتهت المباراه بفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. الهدف رقم 1500 كان بتوقيع الكابتن اسامه عرابي كان يوم 19 اكتوبر عام 1993 في شباك المقاولون العرب وانتهى اللقاء بفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. دي الارقام والنمو والرموز اللي احنا بنعتز بيها. طبعا الكابتن احمد بلال ليه ارقام وليه اهداف كتير لا تنسى بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، لكن انا كنت حابب ان انا اعيد الارقام دي يا كابتن ايمن لكل جمهورنا علشان يبقى جمهورنا فاكر نجوم كتير ورموز كتير سطرت صفحات مضيئه واهداف مضيئه للنادي الاهلي. النهارده ان شاء الله نتمنى الهدف رقم 3001 3002 و3 وان شاء الله ربنا يكللها بالخير ولاعيبه النادي الاهلي النهارده يكونوا قادرين على تحقيق الانتصار على فريق بيراميدز في هذه المباراة وهذا اللقاء. من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شوقي. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. أنا بس يعني هسامحك في الوقت اللي أنت خدته عشان الجول 1300 عشان أنت هتجيب سيرتك صح؟ لا جول 1500 1500 كمان حلوة يا كابتن دلوقتي أنت فبيراميدز بيلعب 4-3-3 هم خطورتهم في الجزء الأمامي وخلفهم عبد الله السعيد. رمضان صبحي وفخر الدين بن يوسف بيتبادلوا الاجنحه اللي هي يمين وشمال وفخر الدين لاكاي هو اللي بياخد رقم 9 اكتر واحيانا بيروح على الطرف. فهي المهم زي ما احنا بنقول ان هم عندهم اخطاء في بدايه بناء الهجمه من الخلف ولازم يبقى في ضغط شديد عليهم، لكن مع الحساب والتركيز في النواحي الدفاعيه لان لما بيطلعوا بالكوره واحد زي عبد الله السعيد ووليد الكارتي بيعرفوا يلعبوا الثلاثه اللي قدام صحيح بيعرفوا يلعبوهم، فلازم يبقى في تركيز كويس جدا من قلبي الدفاع بتوعنا اللي هم عبد المنعم وايمن اشرف وحمدي فتحي والسلاله اللي هم الاثنين الارتكاز، لان غالبا علي معلول في اوقات كتيره انت محتاجه في الجزء الامامي الهجومي فمش عايزين انه علي معلول يبقى في موقف هجومي وبيعمل هجمه تتقطع يبقى في خطوره لان هم بيعرفوا يستغلوا الاطراف كويس
وبيعرفوا يستغلوا التسديد بالذات من الكارتي وعبد الله سعيد على حدود ال 18. فرغم ان احنا بنقول ان مهم جدا الاهلي يضغط من الامام قوي ويعمل شراسه في الجزء ده، خاصه ان هم بيعتمدوا تاكيس جونياس انه يبتدي من الخلف قوي، لكن الاهتمام بالنواحي الدفاعيه لان ده ماتش من الماتشات الفاصله. صحيح. فرقه بيراميدز عندها 52 بونت والنادي الاهلي عنده 50 بونت. لا 50 48. 50 48. فرق نقطتين وفرق ماتشين للاهلي. بيراميدز امله الكبير قوي يكسب النهارده عشان ينافس على الدوري العام. بيراميدز لو خسر النهارده بره الدوري العام هيبقى الموضوع بين الاهلي والزمالك، لكن فهيبقوا مركزين قوي في الجزء الامامي، خاصه كمان ان هم خسرانين قريب مننا في مباراه الكاس. فهي مباراه صعبه ان شاء الله، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي فيها باذن الله رب العالمين. كابتن بلال، هنشوف ماتش مفتوح من البدايه، وزي ما قال له الكباتن فكر مستر سواريش الضغط من البدايه. اكيد هو شاف ماتش بيراميدز والاهلي في الكاس، الاسلوب كان مختلف، ولكن هو شاف نقاط القوه ونقاط الضعف اللي هيشتغل عليها النهارده. اشتغل عليها ازاي؟ شوف يا كابتن ايمن، الماتشات كلها هتبقى مختلفه. ليه الماتشات كلها هتبقى مختلفه؟ لان التوقيتات مختلفه بتاعه الماتشات. كويس. يعني الماتش اللي فات كنت جاي من اسبوع راح، فكان عندك وقت تشتغل، عندك وقت تعد، عندك وقت تريح اللعيبه بتاعتك. فانت ليه اشتغلت الماتش اللي فات؟ ايه ضغط من قدام، تضغط في كل مكان في الملعب، اللعيبه كلها قريبه من بعض، اللياقه البدنيه، مش عايز اقول لياقه بدنيه، لياقه بدنيه موجوده، لكن اللعيبه عملت ريكفري بشكل جيد جدا. المدير الفني لحق يعدل ويطور حتى لو بعض الشيء من اللعيبه. اللعيبه كمان نقطه اهم من كده، ان اللعيبه كان عندها الرغبه كمان ان تعوض الاداء بتاع الماتشات اللي فاتت دي كلها. في ماتش كان بالنسبه للنادي الاهلي نقطه تحول او نقطه فاصله بالنسبه له بتاع فيوتشر، كل الناس كانت متوقعه بعد الاداء القليل الفتره اللي فاتت والتعادلات ان الماتش هيبقى صعب على النادي الاهلي، الاهلي ممكن الماتش ده يتعثر، والخصم كان منتظر انك تتعثر فعلا في الماتش ده، فكانت هتبقى بدايه انطلاقه بالنسبه له وبدايه هبوط بالنسبه لك في المستوى. الاهلي قدم مباراه رائعه جدا جدا جدا، من افضل المباريات اللي اتلعبت يمكن في السيزون اللي فات ده كله، فيها كل حاجه، كل حاجه. اشتغلت بشكل هجومي جيد جدا، كابتن علي اتكلم على السكند بول، اتكلم على الاشتراكات، تمام، الحاجات الانديفيدوال، تمام، اتكلم على الاداء الخططي والاداء التكتيكي بتاع المدير الفني. الاهم من ده كله رغبه اللعيبه والروح القتاليه بتاعتها اللي كانت موجوده الماتش اللي فات. النهارده بتلاعب تيم مختلف في وقت مختلف، حتى كمان عنصر التوقيت مختلف شويه. الفرق ما بين ماتش بيراميدز وماتش الماتش اللي فات بتاع فيوتشر ماتش يعني فتره قليله. هل ممكن يكون المدرب لحق عمل ريكفري للعيبه في الفتره الصغيره دي؟ هل هتلعب بنفس الاسلوب؟ هتلعب ضغط من قدام، هتضغط في كل مكان، يعني جسمانيا او بدنيا هيسعفك الكلام ده تشتغل. دي النقطه الاولى. النقطه لو عملت كده هتكسر الدنيا النهارده، ومش هيفرق معاك بيراميدز بقى او وات ايفر مين الاسم اللي قدامك، ولكن هل هتقدر بدنيا تشتغل كده؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، الفرقه النهارده مختلفه عن فرقه فيوتشر شويه. فرقه فيوتشر من وجهه نظري الشخصيه هي فرقه الوان مان شو. انت بتعتمد على رفعت لاعب طرف، كل كره انت بتحاول في الاخر انك توصلها له، بتقول له روح، تمام، احنا بنعمل 1 2 3 4 وبتشتغل عليه عشان هو يعمل الدريبلنج بتاعته وبعدين يعمل كروس عرضي او يعمل ثرو باس، تشتغل على لعيب واحد طول الملعب. فكر في الكوره قدم شويه، تمام، احترامنا لعلي ماهر طبعا هو مدرب كويس، ما يعني، لكن انا بتكلم على الفكر نفسه بتاع الاداء بتاع فرقه النادي الاهلي بطريقه اللعيب الواحد ده صعب جدا، ما تنجحش الفكره دي مع اللعيب مع فرقه زي فرقه كبيره. النهارده اللعبه شويه تبقى مختلفه، محتاج النهارده انك تمسك مفاتيح اللعبه بتاعه بيراميدز، تقفل عليها بشكل كويس. يعني المباراه اللي فاتت انت كنت الفعل طول الماتش، النهارده في وقت من الوقت لازم تبقى رد فعل، لازم، ده بطبيعه كره القدم. لان النهارده العنصر مختلف شويه، طريقه اللعب مختلفه شويه، وان كان الكباتن اتكلموا على طريقه لعب بيراميدز مع جونياس، تاكس يعني طريقه لعبه تخليك تلعب وانت مبسوط. أيه. تخلي النادي الاهلي يبقى عنده مساحات، بطء يعرف يشتغل يا كابتن. أيه. هو لعيب، هو مدير فني بيعتمد على التحضير. أيه. التحضير لكن بشكل خاطئ، مش شكل جيد. أيه. هو انا بحضر كويس لكن انا عندي تنظيم دفاعي. هو راجل ما عندوش اي نوع من انواع التنظيم الدفاعي على الاطلاق. من السهل انك تشتغل
هجوميا على فرقه بيراميدز، من السهل انك تلاقي مساحات فرقه بيراميدز، من السهل انك تروح للجول وتسجل اهداف تمام. لكن الفكره كلها ان انا عايزها النهارده، واتمنى ان شاء الله يعني من مستر سواريش ان هو ياكد عليها، ان ازاي هندافع النهارده في بعض الاوقات في ال 18 بتاعتنا، لان انت في وقت من الوقت اكيد بيراميدز هيهاجمك، عنده برضه عناصر جيده، عنده عبد الله السعيد، عنده رمضان صبحي، عنده وليد كارت لعيب كويس على فكره، وامكاناته كويسه جدا، فخر الدين بن يوسف لعيب عنده امكانات وعنده قدرات عاليه، فانك تلعب مع فرقه برضه هجوميا فرديا قادره ان هي تصنع الفرق. فالنهارده ضغط لعيبه النادي الاهلي قرب المسافه منهم هيخليهم يعني، لو عملنا كده النهارده ضغطنا وقربنا المسافات ما فتحناش الجيم، هيبقى لينا النهارده نصيب الاسد ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. سريعا كابتن شريف، هنشوف اهداف مبكره ان شاء الله الشوط الاول باذن الله. باذن الله النهارده الثلاث نقاط يبقوا من باذن الله رب العالمين النادي الاهلي باذن الله، بالاداء وبنفس الشكل بتاع المباراه اللي فاتت ان شاء الله. كابتن سام ان شاء الله، وانا دي من المباريات اللي فارقه في الدوري العام، عشان كده مش شرط ان احنا نكسبها بنفس شكل بيراميدز 4، يعني ان شاء الله نكسب حتى 1-0 بس نكسب. الفوز اهم من الاداء. طبعا الاداء مهم، ولكن المهم الثلاث نقاط النهارده جدا ان شاء الله. كابتن علاء، لا ان شاء الله فيها هدف، يعني طريقه لعب بيراميدز لا ان شاء الله فيها هدف للنادي الاهلي ان شاء الله، امنياتنا ان يبقى فيها هدف باذن الله رب العالمين. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، انتظرونا.